القرش سلاب سيستم. القرش سلاب سيستم عباره عن ايه؟ عباره عن ان المين سبورتنج اليمنت بتاعي، العنصر الانشائي الرئيسي اللي انا هقوصه على شكل لاين اوف بريشر، هو البلاطه وليس الجردل. فاهمني؟ يعني البلاطه هي اللي انا هقوصها على شكل الترابيزويدال جردل، كانت الجردل هي اللي قوصتها على شكل لاين اوف بريشر فاكرين، لكن البلاطات كانت ايه؟ كانت ستريت، يا تخليها مكسره يا تخليها ستريت على حسب الشكل المعماري او على حسب اللي انا عايزه، عايز سكاي لايت مش عايز، لكن كان العنصر الانشائي الرئيسي الميد سبورتنج اللي في القوس على شكل لاين اوف بريشر كان الجردل، لكن هنا دي صح. طيب البلاطه لو كانت ستريت، لو كانت ستريت كده ترتكز على كمال راسي ولا افقي؟ كمال راسي. بلاطه افقيه وهي مش مقوسه يعني، بس ستريت كده بترتكز على كمال راسي بس. لكن انا بسبب التقوس ده، مش انا كده حولت السرنج اكشن لنورمال فورس كومبريشن؟ تلاقي النورمال فورس كومبريشن هنا ماشي اتجاه سنتر لاين، فتلاقيها مايله، تتحل الهوريزونتال كومبوننت تاخدها الهوريزونتال بين، والفيرتيكال كومبوننت تاخدها الفيرتيكال بين. البلاطه القرش سلاب ما ترتكزش مباشره على العمود والطاي، بترتكز على الفيرتيكال بين والهوريزونتال بين لانها بلاطه. انت لما بتدرس البلاطه مش هتاخد شريحه عرضها 1 متر، شريحه عرضها 1 متر تمام. طيب الرياكشن اللي انت بتجيبه للميد، هل انت ضامن ان في عمود هنا او طاي؟ ما هو طاي عند الاماكن العامله، فلازم يبقى في كاميرا ماشيه في اتجاه طول البلاطه. حد فاهم حاجه؟ سواء اهيب بنبه عليك تاني، لازم يبقى في كاميرا هوريزونتال وفيرتيكال ترتكز عليه البلاطه، وبعد كده الفيرتيكال بين ترتكز على العامله، الهوريزونتال بين ترتكز افقيا على الطاي، والطاي عشان ما يبقاش بحر كبير عملنا هانجرز، صح كده؟ فده السيستم بتاعي، تمام؟ طيب طبعا السب ستراكشر مش هيجي مشكله منه، تمام؟ ليه الهانجرز هنا عملنا هانجرز كتير؟ يعني ليه في الترابيزويدال جردر عملت اثنين هانجرز؟ ليه عملت اثنين هانجرز وهنا بعمل هانجرز؟ عشان احاول الحمل تمام. يبقى انا بقلل المسافات هنا علشان ما اخليش ان الهانجر شايل مسافه كبيره فيديك كونسنتريت لود كبير، يعمل لك كونسنتريت لود مفاجئ على البلاطه. فعايزين الاحمال يبقى زي ما زميلكم قال قليله شبه اليونيفورم لود على البلاطه، لان اصلا انا ليه واصل البلاطه مبدئيا على شكل بارابولا؟ لان اي بلاطه على يونيفورم لود على كونسنتريت لود يونيفورم، فالمهم شكله كده. يبقى اذا اللاين اوف بريشر شكله كده، فلما اتقوس على شكل لاين اوف بريشر اللي هو البارابوليك ارش سلاب، يبقى انا كده اتقوسته على نفس شكل اللاين اوف بريشر، تمام؟ طيب يبقى انا مش عايز اي كونسنتريت لو دي. طب الهانجر بيعمل كونسنتريت لو على البلاطه ولا لا؟ غصب عني بيعمل، بس كل ما تقلله وتخليه شبه اليونيفورم زي ما زميلكم قال كل ما يبقى افضل، صح؟ طب ليه في الترابيزويدال كنت بعمل اثنين بس؟ عشان انا عايز الكونسنتريت تيجي هنا وهنا، ما ينفعش تعمل لي هانجر هنا، ما ينفعش كونسنتريت تيجي هنا، لان انا مصمم على ان كسرات لان انا كاسر عند مكان المومنت، تمام؟ طيب فاهميني؟ فاهمين الاساس بتاعي؟ تمام. يبقى احنا كده فهمنا السيستم. حد عنده مشكله؟ نفس الكلام الكلير هايت والبطنيه طيب لحد ده بنزود بقى حاجات نجيب التوتال الاوفر اول هايت، تمام؟ البلان، حد عنده مشكله في شكل رسمه البلان؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ الكاميرا عفيت المستيك الطاي الكاميرا ما ده الطاي ما تقوليش ان ده الكاميرا ده مش جردر انا ما عنديش جردر اصلا في السيستم صح انا ما عنديش جردر يعني المره اللي فاتت كان ده عباره عن ايه الترابيزويدال جردر هنا انا ما عنديش جردر اصلا انا النظام الانشائي بتاعي هو ده البلاطه دي بس انا عايزك تفهم ان انا قاطع وباصص فوق فالبلاطه دي هل دي ستريت ولا مقوصه؟ مقوصه تبقى فاهم ان البلاطه دي مقوصه لاعلى والطاي ده منسوبه لتحت اهو يعني ما تجيش تبص على البلان تقول لي ده كاميرا في منسوب البلاطه اديني بقول لك تاني اهو فاهمين تمام يبقى ده طاي منسوبه منخفض ودي البلاطه منسوبها مرتفع مقوصه وده الفيرتيكال بيم اهو وده الهوريزونتال بيم تلاحظ الهوريزونتال بيم خرجت حدودها حدود الاعمده طب هل ده ينفع انا اصلا الاعمده بتتعمل على حدود الارض صح الميد بتاعي الارض كلها 16 متر يبقى دي على حدود الارض كده. قال لك مسموح لك تطلع بالهورزونتال بيم بره حدود الارض ما فيش مشكله، كانتليفر مش بتعمل كانتليفر سلاب بره حدود الارض؟ اهالي كانتليفر ايه بره حدود الارض؟ فاهمني؟ تمام؟ كاميرا طايره شويه، تمام؟ فما فيش مشكله انها تطلع. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت ممكن تكلل حيطه ادي العمود اهو، ممكن تكلل الحيطه كلها لجوه عشان تبرز الاعمده لجوه،
بس ده هياكل من الملك بتاعك جوه صح؟ اهو انا رسمها لك هنا في البلان اهي تمام؟ طب ولا العكس؟ لا من جوه. نعم من جوه. دي معكوسه دي معكوسه. يعني دي مرسومه من جوه صح؟ عشان بس انك تعمل البلان شكله ازاي دي؟ مش معناها كده؟ تمام؟ يا اما تعمل ان هي متسطره زي كده بس انت العمود كده يبقى انت برصت شويه بره وشويه جوه، يا اما تعمله كله بره زي ما كانت معموله، فاهمني؟ تمام؟ فبراحتك ارسم اللي انت عايزه، بس الحاله اللي انت تبقى زي اللي هنا في السكتش بتاعك كده، تمام؟ طيب كده احنا فهمنا السيستم عباره عن كده، تعالى نبدا بقى ناخد مثال ونشوف هنحل ازاي. لو عندك قطعه ارض زي ما انت عندك كده ابعادها 16 في 35 متر، تمام؟ قلنا القرش سلاب بتجيب قطور من 12 ل 16 ممكن توصل ل 18، ده عشان يبقى الموضوع اقتصادي، انا شفت قرش سلاب 25 متر قبل كده، تمام؟ بس عادي بس هتبقى تصميمها كبير شويه، كان يفضل يبقى حاجه ثانيه، ممكن يكون المعماري اكبر المهندس وقتها انه هو يعملها على شكل قرش، تمام؟ فاهمني؟ تمام؟ طيب فانا كده ده عشان نتكلم في الاقتصاديه. المهم بترسم الاليفيشن والبلان دي، لو جاب لك قطعه ارض 16 ل 35 وقال لك كفر ذا اريا واذا سويتها بالكفر سيستم اللي يعملها قرش سلاب صح اللي يعملها ترابيزويدا بجدار صح تمام؟ فين بقى الفيتال ميستيكس لما يجي يقول لك ان انا عايز انا اعمل سكاي لايت هل ينفع اعمل سكاي لايت قرش سلاب؟ لا تمام؟ طبعا انت بتعمل شبابيك هنا مش مشكله بس السكاي لايت في السوبر ستراكشر ما فيش تمام؟ في القرش سلاب طب افرض قال لك انا عايز اعمل دورين هل ينفع اعمل دورين في قرش سلاب؟ لا فهي دي الفيتال دي اللي تاخد عليها صفر في المساله تمام؟ طيب لو جاب لك مثلا قال لك انا عايز اعمل يعني دور واحد بس انا عايز المبنى من بره يبقى ستريت هل ينفع قرش سلاب؟ لا يبقى ترابيزويد الجردل وتعمل له انهي نوع بلاطه؟ من فوق حد فاهم حاجه؟ دايما الكفرنج سيستمز اللعب في الالفاظ في المسائل بس فتقراها بالراحه كده كويس وتبدا تفهم هتعمل ايه لكن ما ذكرلكش اي حاجه اللي تنصح تمام؟ طيب لما يبقى خلاص احنا اتفقنا ان خلاص نعمل قرش سلاب على السيستم ده والارض 16 35 اول حاجه بتبدا تعملها اسيوم كونكريت دايمنشن بتفرض الابعاد بتاعت الخرسانه بتاعتك اول حاجه ال بتفرضها كام؟ ال اللي هو واحد السلاب نفسه تمام؟ واحد السلاب ال ده كنا بنحسب ال على من كام لكام؟ 6 ل 8 ماشي 6 ل 8 هما بيقولوا ان الدكتور قال لكم في القرش سلاب تقسم على من 5 ل 7 من 5 ل 7 قرش سلاب هم قالوا كده تمام كده انا عايز بس اقول لك ان ده قانون امبيريكال يعني معظم كتب البطاقه بتقول لك ارفع عن 6 ل 8 دي ثابته على كل السيستم بس انا حل معاك زي ما كنت بحل فاهمين؟ لكن هي مش هتفرق 6 ل 8 على كل يعني ثبتت القانون على كل السيستم مش هتفرق ده قانون امبيريكال تقريبي تمام؟ طيب فعايز احل لك زي المحاضره من 5 ل 7 تمام؟ طيب هناخد الاسبان اللي هو كام 16000 مللي او خليها بالمتر 16 متر على 5 ل 7 تطلع من كام لكام؟ 2.29 عايزين تاخدها كام؟ 2.5 ولا 3 غير؟ 3 2.5 كل ما بتزيد الاف كل ما بتقلل القوه على الهورزونتال بيم والطاي عشان تبقى عارف فاهمني؟ الشاطر اللي يشوف يعني مثلا في سكشن امبارح امبارح كانت سكشن ورا بعض سكشن واحد اخدتها معاهم 2.5 سكشن اثنين كانوا عايزين ياخدوها ثلاثه اخدتها ثلاثه انت لو شاطر ترجع تشوف واحد هنا واحد هنا شوف الارقام طلعت كام على الوسطى فين بالطبع فاهمني؟ او لما تجيب لنفسك تعمل نفسك باك جراوند كده على الارقام تبدا خلاص تبقى فاهم الموضوع هيمشي ازاي والتصميم تشوف الكفرنج سيستم تقول ده هيبقى هتطلع تصليحه كام في كام وقطاعات كام في كام هتبقى عارف الكلام ده لما تبدا تحل كذا مثلا تمام؟ طيب فاحنا كده خدناها 2.5 بدور على سكشن 2 اخدوها 3 تمام؟ شكرا. بعد كده تعالى نفرض الاستقرار اللي هي المسافات ما بين الاعمده نفرضها كام؟ 5 8 متر ما هي واضحه لكن قلت لك افرض جاب لك 6 افرض جاب لك 37.5 بنبدا نقسم مره على 5 ومره على ما احنا بنقول بتروح من 4 ل 6 باين تمام بتقسم مره على 4 ومره على 6 وتبدا تشوف العدد الصحيح وقس مقابل العدد الصحيح معقول كويسه تمام طيب فهناخد 5 متر طيب ايه تاني عايزين نفرضه؟ عايزين نفرض الاس هانجر المسافات ما بين الهانجر ال اللي هو البحر مش 16 متر تمام؟ يبقى ياخدها اتنين كده تمام؟ انا بس عايز اقول لك حاجه انا بس كنت مستني حد يسالني السؤال ده البحر انا بقول من
صح مش ده بحر او لو هنتكلم صح البحر من سنتر الفيرتيكال بيم لسنتر الفيرتيكال بيم صح فهو ده البحر بتاع الارش سلاب تمام طب انا لو كنت هتقرب العرض لكل 16 هل يبقى البحر 16 بحر يبقى اقل بس احنا كنا بنصمم على 16 ده مش صفر فاهمين لكن احنا بره بنحسبها بالظبط يعني انا بس بقول لك يعني لو كان عرض الارض لكل 16 بروح اقسم منه نص الفيرتيكال بيم ونص الفيرتيكال بيم ويبقى كده نروح نجيب العرض الافكتيف سبان تمام طيب بس انت ما تعملش كده وبالتالي خدناها من المتر مش مشكله ايه اللي ناقص تاني عايزين نفرض سمك السلاب تمام السلاب يا باشمهندس بص من فوق بيبقى سمكها صغير وكل ما بتنزل سمكها بيزيد لسببين رئيسيين هقول لكم عليها بس ثواني تعالى نفرض السمك اللي هو تي اس كراون اللي هو السمك اللي فوق اللي هو التاج بتاع القرش السلاب اللي فوق بيبقى سمك صغير لان النورمال فورس بتبقى صغيره تمام وبالتالي قال لك 10 سم اللي هي 100 ملم هيبقى مرسف عليها ما تقلقش هتصمم وهتشوف تمام يعني انا مش هتقدر تعمل اصلا من كده تمام طيب بعد كده تعالى نفرض التي اس سبورت اللي عند السبورت قال لك سمك البلاط عند السبورت بيزيد 40% عندي تقريبا يعني بتاخد 1.4 من 10 من التي اس كراون هقول لك ليه بس تمام وبالتالي هاخدها كام 140 ملم 14 سم تمام يبقى اذا التي اس افريج اللي هي في النص اللي هي هنا دي يبقى كام نص هي 1.2 من 10 1.2 من 10 من التي اس كراون يعني 120 ملم لو التزمت بالخطوط دي هتلاقي الابعاد دي مرسف معاك عشان يعني لما تيجي تصمم هتشوف يعني تمام طيب ليه حد يعرف ليه بنقلل السمك كل ما نطلع عشان المومنت بيقل لانه بريشر لانه بريشر ما فيش مومنت ولا ايه لانه بريشر مومنت في النص بيبقى لايك عشان النورمال فورس الكومبريشن مش احنا اي كفرنج سيستم فاكرين الجيردر كان الكومبريشن اللي هنا كل ما انزل كان بيزيد نفس الكلام ده هيزيد بس ده سبب ثانوي الحقيقه ايه السبب الرئيسي حد يعرف وزن الطبقه قصدك انا عشان تقلل الوزن تنفيذ وانا بنفذ مش هقدر اخليها كل اسم ده بالعكس ده انا عشان اخلي السمك ده صغير كل ما انزل هيزيد التنفيذ هيبقى متعب معايا هتظبطها ازاي؟ هتظبط 140 وتقعد تظبط ده هتبقى متعبه مع النجار عشان تبقى عارف هي تصميميه مش تنفيذيه عشان تحب توزع بالتدريج ما توزعش ازاي؟ مش عارف ملاش دعوه بالحمل انا عايزك تفكر بس معايا القرش سلاب القرش سلاب ايه القرش سلاب يا باشمهندسين الدكتور حلها لكم ازاي في الكاستراكشر في المحاضره حلها ازاي مش دي مرتكزه على فيرتيكال بيم وهورزونتال بيم يبقى دي سترينت للفيرتيكال والهورزونتال يبقى اصبحت هنجن واصبحت هنجن دي تو هنجن دي وانس ستاتيكال انديترمينت كنت كان بيعملها ايه في المدرسه كان يجي يقول لك حط انترميديت هنا على اساس تحلها 3 هنجن ارش طب هل في انترميديت هنجن في الطبيعه؟ لا انت فصلت مش انا عرفتكم السكشن اللي فات انترميديت الصريحه انك تفصل في الخرسانه وتنقل بالحديد تمام لكن انا مش فاصل طب انا هسهل على نفسي الحل عشان ما احلش الاساس كان انديتيرمنت في سبيل ان هعمل حاجه مش بتحاكي الطبيعه لا طالما سهلت على نفسك الحل وخليتها 3 انش ارش يبقى تخليها تجبرها انها تتسلك نفس السلوك ده فاكر المومنت لما رسموه لك كان بالشكل ده كده تقريبا تمام نتيجه لحاله التحميل غير متماسكه بتاعت الاي بلو لو تفتكروا تمام طيب فانا ليه قلت عند نص البحر تقريبا في انترميديت انش بيعجز فانا عايز اكبره في الطبيعه ان يحصل كده ده السبب الرئيسي ان انا كل ما بيطلع بقل من السمك الاقي الاستيفنس هنا قليله جدا بالنسبه لتحت فما يقدرش ينقل العزم هكبره في الطبيعه ان يسلك السلوك اللي انا مصمم عليه حتى حاجه طب افرض انت بتصمم على الساب انا بعمل كده عشان مش عارف احسب المومنت والكلام ده مانيوال لو بتصمم انت على الساب او السن بتاع بتكسترود للبلاطه وتعملها ارش والكلام ده هل هيحتاج تعمل الكلام ده؟ لا عايز تعمله اقتصاديا عشان كل ما بتنزل النورمال فعلا بيزيد مفيش مشكله مش عايز تعمله ما تعملوش ولسان هيحسب لك النورمال الصح حتى لو حاجه انا عايز تفهم ما تحفظش تمام ففهمتوا ليه بنعمل الكلام ده ده السبب الرئيسي علشان اخليها تحاكي التصميم لان انا اصممها 3 دي تمام تعالى بعد كده عايزين نفرض الفيرتيكال بيم
ابعادها 250 في 600 تمام. طب ليه خدتها المره دي 600؟ كانت السكندري بيم الترابيزويد 500. السكندري بيم في الترابيزويد كانت شايله مسافات كام يمينها وشمالها؟ نص الخمسة ونص ونص الستة فاكرين. لكن مش شايله بحر كده، دي ودي شايله بحر، يعني دي شايله 8 متر ودي شايله 8 متر من البلاطه، فطاقه قيمه كبيره. فلما تبدا تصمم تلاقي 250 في 600 معقوله. يعني انا بخليك تفهم سنس الابعاد عشان ما تبقاش ما تجيش تقعد تقول انا بحفظ، هي مش حفظ، انت سنس، ولما تحل هتبدا تفهم الابعاد تمام. طيب الهوريزونتال بيم زي ممكن ناخدها زيها، بس انا هاخدها 700 بقى. ليه لما نيجي نشيل الطايه بس ثواني، لا هي مش شايله طايه، مش شايله هي شايله بس الهوريزونتال رياكشن الاتش والبي دي رايحه للفيرتيكال شيب، الاتش دي رايحه للهوريزونتال. هنلاقي الاتش دايما اكبر من الفي، فتلاقي تصميم الهوريزونتال اكبر شويه، هنشوفها دلوقتي وهتقتنع معايا تمام. بعد كده تعالى نفرض ابعاد الطاقه. خلاص خلاص تناول خط خدت عرض الهوريزونتال دي 250، يبقى خد سمك الطاي 250، يبقى خلاص خد مربع 250 في 250 تمام. طيب الهانجر طالما خد عرض الطاي 250 يبقى خد عرض الهانجر 250 العمودي، خلاص يبقى خد مربع 250 العميل. خدت عرضه كامل في الترابيزويد مش خدنا 30 سنتي، نفس الكلام ما تقللش عرض الجردة العمود عن 30 علشان احمال الرياح وبيبقى لونج كلر، ففي الاتجاه ده انا عايزه يبقى الموضوع مسرح شويه، فخد العرض 300 متر. التي كلر كنا بنفرض عرضه كام؟ سمك واسف الاتش على 9، الاتش على 9. القانون ده انا ما قدرتش اشرحه لك السكشن فات ومش هيتشرح الترم ده كله. ليه؟ لان ده له علاقه بالباكت وانت ما خدتش بقى اصلا. فاكرين العمود في الجردة قلنا ان ينتج عليه ام نتيجه للويند، المفروض المومنت بنجمع عليه الام مومنت اسمه اديشنال مومنت. الاديشنال مومنت ده مومنت اضافي ناتج ان العمود بيحصل له باكلينج. الباكلينج ده بدل ما كان عليه نورمال فورس ماشيه في السي جي اصبحت واخده اكسنتريس النورمال اللي انت كنت حاسبها، تضربها في الدلتا دي اللي هي الباكلينج يديك الاديشنال مومنت. فاهمني؟ بس انت مش عليك الباكلينج، مش بتدرسه، مش هندرسه. دكتور هشام كان بيدرسه الترم اللي فات، انت ما بتدرسوش هنا، بس في المقابل هتدرس حاجه ما كانش دكتور هشام بيدرسها الترم اللي فات، التركيبات. تمام؟ يركب منشا على منشا. فاهمني ولا مش فاهمني؟ تمام؟ فهي حاجه قصاد حاجه، بس نصيحه ليك الباكلينج ده اهم حاجه كان يعني المفروض تدرسه الصراحه يعني. تمام؟ يعني لازم لما يعني ذاكره واقراه، واللي عنده سؤال فيه يسالني في المكتب في اي وقت، لان اللونج كلمز في الاعمده الطويله اللي بيحصل لها باكلينج هتتعرض لها كتير جدا. يعني لو خدت مشروع خرسانه هتاخده تمام مش هيتشرح لك، هتاخده تصممه فهتبدا تقراه. فاهمني؟ تمام؟ او لو اتخرجت هتنفذ وهتصمم اعمده لونج كلمز كتير جدا لا غنى عنها، تتعامل معاها كتير. فنصيحه ليك تذاكره تمام وشكرا تمام. فالمفروض كنا نجمع العزم ده مع العزم ده. فهي تمشي على التسعه دي كانت بس على اساس يعني تساعد شويه في البكر، تقلل شويه من البكر تمام. طيب الاتش اللي هي الاتش توتال قال لك مثلا في المساله دي الكلير هايت ب 5 متر، يبقى التوتال هايت بكام؟ 6. يبقى 6 على 9 يبقى يطلع كام؟ او خليها 6 يعني بالملي، يعني تطلع 700 ملي تمام. يبقى كده خلاص الابعاد اللي عملته 300 700. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله؟ تمام. انا كل ده بفرض بس عشان ابدا احل المساله صوره بس. الطول بتاع الباكلينج المفروض ان هو هاي سيف لما يكون الطول على العرض اكبر اقل من 15. قصدك السلندر مس ريشيو اللمضة بتساوي ارتفاع العمود الصافي اللي بيحصل له باكلينج الافكتيف. بص اللمضة بتساوي الاتش افكتيف على البي اور تي، على حسب انت بتدرس الباكلينج في الاتجاه ده يبقى تقسم على التي، بتدرس في الاتجاه ده يبقى بتقسم على البي. تمام؟ المشكله كلها في الباكلينج في حساب
هاي زي في الستيل على حسب كونديشن وعلى حسب بتضرب انت فاكتور في الارتفاع الصافي. يعني انا الارتفاع بتاع الباكنج هنا مش هقول من ظهر لقاعده البطنيه في الطاق، لا ده هيتضرب في الفكت في فاكتور تاني معين. الفاكتور ده على حسب هل هو المنشا ده بيسلي ولا انبريد، وحاجات كتيره جدا انا عايزك تقراها لان الموضوع مهم جدا. عندك نوعين من الارش سلاب، عندك سيركلر ارش سلاب يعني ارش جزء من دايره تمام، او بارابوليك ارش سلاب يعني ارش عباره عن بارابوليك سكند ديجري بارابوليك تمام. طيب معادله السيركلر دايره زي ما خدت في الرياضه، اكس تربيع زائد واي تربيع في ار تربيع اللي هو نص كحول الدايره تمام. معادله البارابوليك ارش واي بتساوي 4 اف على ال تربيع ال اف اللي هو الواي بتاعها، ال الموضح بتاعها صح تمام. الاكس تعوض عن قيمه الاكس المعينه تقدر تعرف ارتفاع البارابولا في المنطقه دي كام، فاهمني؟ فهي دي ميزه من المعادله يعني تمام. طيب انت لما تيجي تعمل ارش سلاب ككفرنج سيستم على شكل لاين بريشر تعمل افضل ايوم ما افضل تعمل سيركلر ولا بارابوليك؟ بارابوليك. بارابوليك طبعا عشان شكل اللاين بريشر، فبالتالي ده افضل انشائيا وده اللي انت هتدرسه، ده مش هتدرسه. طيب عشان ابقى صريح معاك، ممكن تيجي تتخرج تلاقي ان المعماري عامل لك سيركلر ارش سلاب، هو المعماري عايزه سيركلر فخلاص لازم تصممه على كده، بس هل كده معناه انك تطبق على نفس اللي انا هعمله؟ لا، في اختلاف لان المومنت هيزيد عليه شويه لانه بعد عن اللاين بريشر. شايف الاكسنتريستي؟ ادي الاكسنتريستي صح تمام، وبالتالي بعد عن اللاين بريشر وبالتالي هيتولد عليه مومنت اكتر. يا تحله تعمل له سيميوليشن على برنامج انشائي، يا تحله مانوال. الحل المانوال بتاعه هتلاقيه موجود في كتاب دكتور مشهور هناك لو عايز تقراه. كتاب دكتور يا عم بدي اقف معانا، كتاب دكتور مشهور هناك ثلاث اجزاء من افضل كتب الخرسانه اللي اتعملت في مصر كلها الصراحه تمام. يبقى احنا هندرس البارابوليك، هو من الاختلاف الكبير قوي الاختلافات في المعادلات الرياضيه وفي موضوع المومنت اللي بيتولد فقط يبقى غير كده تمام. قبل ما ابدا احسب الاسترينج اكشن والاحمال واصمم، بس عايز ايه ابدا اشوف الجيومتريش المعادلات الهندسيه للبارابولا علشان هستخدمها في حساب الاحمال، فبدل ما انا بحسب الاحمال اقعد اشرح لك المعادلات انا فنطرت لوحدها برضه تمام. طيب فادي معادله البارابولا اهي، تعال نعوض في الابعاد اللي عندنا الاف بكام هتكون نص ولا على ال بكام 16 تربيع. اختصر لي بس القيمه دي اكس 16 ناقص اكس 5 يبقى واي بكام 39000 في اكس في 16 ناقص اكس، ده كانت دلاله الاكس. عوض عن اي قيمه دي طبعا نقطه الاصل اهي هنا، فكل ما تمشي مسافه اكس اللي انت عايزها تقدر تجيب الواي. دي اول معادله انا عايزك تعرفها، محتاج للمعادله دي تتوقع ارسم لما تيجي ترسم يعني انت عايز ارسم الهانجر ده تمشي مسافه 2 متر وتحط الاكس ب 2 تشوف الواي بكام. طب هنا عشان ارسم الهانجر ده احط الاكس بكام؟ 4. الله ينور عليك، لان تمشي من هنا 4 تشوف الواي هنا سنتر وهكذا، فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب لو اشتقيت المعادله دي بالنسبه لاكس هتديك الواي داش اللي هي دي واي باي دي اكس، بتساوي ايه اصلا المشتقه؟ ظل زاويه من المساحات الافقيه تمام، يبقى بتساوي تان سيتا. ف
فاكرين الرياضه؟ طيب هشتق لي اضرب ده في ده واشتقه، هيبقى 4 اف على التربيع في ال، يبقى 4 اف على ال فقط، والاكس خلاص انا اشتقتها تمام. اضرب ده في ده يبقى ناقص 4 اف على التربيع في اكس تربيع، تنزل الاس 2 ده يبقى ناقص 8 اف على ال تربيع اكس، دي المشتقه بتاعتها. يبقى دي المعادله اللي تقدر تجيب منها زاويه ميل المماس عند اي نقطه تمام. طيب انا دلوقتي تعالى نعوض في المساله بتاعتي، يبقى تان ثيتا بتساوي 4 في 2 ونص على 16 ناقص 8 في 2 ونص على 16 تربيع في اكس. اختصر لي دي لوحدها، اختصر لي دي لوحدها عشان تبقى الامور سريعه وانت بتحسب. الاولى 625000 تمام، 78000 كام؟ 78000 متأكد؟ خلاص تمام. يبقى عوض عن اي قيمه اكس تقدر تجيب تان ثيتا، كل تان انفرس تقدر تجيب زاويه ميل المماس على الافق دي. استفاد ايه انا من زاويه ميل المماس على الافق دي؟ مش نفس، لا ايوه لو عايز احسب النورمال، مش النورمال بص عند النقطه دي هيبقى اتجاه المماس، يبقى انا لازم اعرف زاويه ميل المماس على الافق كام. على فكره صح، الوارد برضه تستفاد منها في حاجه ثانيه غير انك ترسم، حد يعرف؟ حد يعرف تستفاد ايه من الموبايل؟ مومنت. ايوه اعمل ايه؟ زراعه عزم مش فيك اكشن افقي. لو عايز تحسب المومنت هنا لازم تعرف ارتفاعها كام، فكام عشان برضه تعرف زراعه العزم. فهمتوا؟ عشان تقدر تفهم عايز تستخدم دول فين تمام. اخر معادله عايزك تعرفها طول البراد، طول البراد تمام. طول البراد ده اللي هو اس اكيد اكبر من ايه؟ لان هي مقوسه تمام. طيب فهي اكبر من قيمتها بكام؟ والله عايز ما تحفظ في قانون مش عايز تحفظه، خدها يا عم 1.1 وريح نفسك. تقريبا هديك القانون عشان عرفت ان انا كنت شاكك القانون بس عرفت من دكتور دوره المحاضره تمام. فالقانون بيقول لك ايه؟ ال واحد زائد 8 على 3 8 8 على 3 8 على 3 ال اف على ال ال في كل تكعيب تربيع، اف على ال تربيع، اف على ال تربيع، ده تربيع اه بس. طيب عوض فيه كده، عوض واحد زائد مش شرط هي هي، لا يعني عوض ده 16 في 1 زائد 8 على 3 في الاف كام؟ 17.4% كل تربيع 17.4% يعني. طب ماشي معلش يعني، طب اقسم على 16 يعني انا عايز اعرف بس دي كام؟ 1.7% 1.7% يعني صح؟ هتلاقيها 1.7% 1.7% هتلاقيها يوم ما تبقى خلاص 1.1 اصلا. انت كل ما بتزودها كل ما يبقى نص ليه؟ لان انت بتحسب الديد لود منها، فلما تضرب في طول اكبر بيزود شويه الديد لود، فاهمني؟ فعايز تريح نفسك تاخدها 1.1، عايز تثبتها 1.7% بس هي مختلفه عن مسافه فولر، عايز تطبق القانون الثلاثه صح عشان تبقى عارف تمام، مش هتفرق كتير ماشي؟ عشان بس ما تحفظش كتير يعني تمام؟ يبقى اذا خلاص انا هاخدها زي ما طلعت اكزاكت، يبقى اضربها ب 16 معلش تطلع كام؟ وكام؟ و 12%، يبقى ده طول البراد اللي عندك دلوقتي لسه. ده القانون التاني اللي كنت عايزك تعرفه، بس ده اللي انا كنت عايزك تعرفه في الجيومتري. صورته Thank you.
اتفقنا ان انا قللت الستنس جدا هنا بحيث مش هتقدر تقوم بالعزوم وبالتالي اقدر اخدها 3 انجل اش تسهيلا للحل، بس راعيت كده ما سهلش الحل واسيبها كده تمام. طيب المهم فانا دلوقتي عايز احسب الاحمال، الديد لود بتاعي بيساوي ايه؟ 25 تي اس ريكفر صح؟ تمام. طيب الدي اس هتاخد دي اس انهي؟ الافريج. الافريج عشان متوسط، مش بس كده اللي هي كده بتبقى دقيقه جدا عشان اللي انت خصمته تحت الخصمته تحت هتزوده فوق، فكانها هي هي كانها هي هي يعني كانك بتحسب فعلا الوزن صح تمام. طيب يبقى 25 في 12 بالمية بالمتر الفلور كاب هتاخده كام؟ 75. اه بيقولوا لك ممكن تاخد خط من القاع وتاخد اي حاجه من نص الواحد براحتك 75 تمام. يطلع كام من 3.75؟ 3 كام؟ 75. 75 دايما يعني لو الدكتور قال ثبت حاجه معاك في المحاضره ثبتها، فاهمني؟ دايما تركز في المحاضره وتشوف الدكتور بيقول لك ايه تمام. احيانا في دكاتره بتبقى عايزه تشوفها بتحضر المحاضره ولا لا تمام. اللايف لود، اللايف لود بيساوي كام؟ من نص الواحد. تعالى ناخد واحد، خد واحد تمام. طيب يبقى 1 كيلو نيوتن على متر مربع. أنا عايز أقول لك في دكاترة، في بعض الدكاترة تشرح حاجة في سنة والسنة اللي جاية اللي بعدها تغير الأرقام عشان تشوف المحاضرة تمام؟ طيب الديد لود هوريزونتال، الديد لود بيتوسع ازاي؟ المفروض رأسي بس متوسع على طول المايل يعني ترسم كده صح؟ لكن أنا اللايف لود هوريزونتال بروجكت فخليهم زي بعض عشان لما نجمعهم يبقى الموضوع مستريح، فخليه هوريزونتال بروجكت. أيوه هتروح تضرب ال 3.75% بكام؟ 17 12 17 كام؟ 12 على 16 يعني كانك كنت بتضربها في 1.6% او 1.7% او 1.1 عشان كده قلت لك لما كنا قلنا خدنا 1.1 كانت نص سيفيا ممكن تطلع كام؟ 4 كده 4 4 بالظبط كده يعني؟ ده طن على المتر مربع. تعال نجيب الأرض يبقى الديد لود هوريزونتال بروجكتد في الأرض بيساوي 4 41000 1.5. اللايف لود الأرض طبعا 1.5 صح؟ يطلع كام الديد لود أكتر في الترمومتر؟ 6.6% 6.6% كيلو متر على المتر مربع. طب ركز معايا أنا أحب كل خطوة تبقى فاهمها. طب هل ينفع احط ال 6.6% كلها كده ولا دي هتتوقف؟ ما هو ده الحل الكلي على البلاطه، مش البلاطه المفروض فيها الفا وبيتا؟ يعني المفروض اضرب في الفا وبيتا، اضرب ولا اسيبها زي ما هي؟ طبعا ليه متر مربع واصبح المتر طولي؟ لانك بتاخد شريحه 4.1 من البلاطه، انا كل خطوه عايزك تبقى فاهمها يعني تمام؟ طيب وبالتالي ده اصبح كيلو متر على متر طول لان واخد شريحه 4.1 من البلاطه تمام. طب هل كل الحمل ماشي في الاتجاه ده ولا ده هضربه في الفا او بيتا؟ مش عارف الجيومتري بتاعه البلاطه صح؟ ها ولا ايه؟ تمام ادرسها. طب احسب الالفا والبيتا كده. هو هي 2.1 يعني كده كده احنا بنتكلم في 16 وده في 5 صح ولا في غلط؟ طب هضرب 16 عشان تقول هو 15 تمام. هي وان واي عشان ايه؟ الباس بيه الكاليبرتي اكبر من واحد؟ لا غلط. انا النظام كده ايه؟ عشان النظام مقوس الحمل مش هيبقى في الجنب عشان ايه؟ انت جابرها ان هي توسع الهوريزونتال بيه عاملها وان واي. ليه وان واي؟ البلاطه وان واي، هل بسبب ان الكاليبرتي اكبر من واحد ولا بسبب تاني؟ لا مفيش ارتكاز ناحيه تاني. دي مش كاميرا في منسوبة بلاطة، خليني بفكرك تاني تمام؟ وبالتالي دايما البلاطة وان واي البلاطة مقوسة، البلاطة مالهاش غير ارتكازية هنا وهنا، ده اللي كنت عايز تقوله صح؟ تمام؟ طيب فالبلاطة مالهاش غير ارتكازية هنا وهنا، وبالتالي ده مش ركايز بالبلاطة، ده طاي منسوب منخفض تمام؟ وبالتالي دايما الارش سناب وان واي في الاتجاه ده فقط لا غير تمام. يعني الحديد اللي هتجيبه ده الفرش اللي ماشي في الاتجاه ده، طب هل ما احطش غطا؟ هحط غطا اللي هو 20%. فاكرين الوان واي سلاب الغطا هيبقى 20% من الفرش تمام. طيب يبقى بالتالي انا احطه هنا كده صح، والباي بيرود 1.5 كله ماشي في الاتجاه ده تمام. تمام عندي استراكشر بالشكل ده. قال لك
طريق انا حملت صح اللايف بوت كمان تعلمت الكوره اللايف بوت متحرك يخليه كله على الواحد كله تتوقع لو حملت دي الحاله اللي هي الثانيه لو حملت توتال لود هيك ماكسيمم رياكشنز بالجلد الدرس الثانيه بدل تمام طيب لو حملت هنا ايه اللي هيحصل ركز كده معايا ادي القش السماعي حملت اللايف بوت هنا دي حاله تحميل غير متماسكه يبدا رغم ان المفروض ما يتولدش على الواحد هيتولد بسبب حاله التحميل دي فايه اللي هيحصل تلاقي ده بيبقى هنا اصبح ده بوزيتيف سبان اهو الديز اللي تحت ويبدا يقلب التاني وبعد كده يرجع تاني انا اسف خليكم بس طيب انا اسف خليكم بس تمام خليك كده هيبقى المومنت شكله كده طب لو اللايف بتعكس اصبح كده يبقى ده اصبح البوزيتيف سبان تلاقي المومنت اصبح كده ويبدا يقلب التاني وينزل شو بقى مني مش يلاشوا بعض هو يا كده يا كده لو كلها توتال ايوه لو كلها توتال ده هيعمل مومنت ده هيعمل مومنت يلاشوا بعض صح تمام طيب يبقى انا لما اجي اصمم عايز تفين الماكسيمم مومنت عايز قالك عند القطاع اللي عند ربع البحر اللي بنسميه كوارتر سيكشن كوارتر يعني ربع تمام يعني ربع البحر ده اللي عند الماكسيمم المومنت اللي هنا نفس القيم ده نفس القيم نفس القيم تمام فاهمني فانا لما اجي اصمم على مومنت اتجاه معين انا حطيت الحاله دي على المومنت الاسود اللي هيحصل ولما تتصمم البلاطه بتتضرب بكام؟ بواحد لان ممكن يعكس معايا فوق وبالتالي البلاطه سمكها 10 سم وتوصل تحت 14 هتتعمل شبكه واحده شبكتين حديد شبكتين شبكتين غصب عننا هنعملها شبكتين حديد 10 سم و14 سم وهتتعمل شبكتين حديد ليه؟ عشان المومنت ممكن يغير نتيجه لحد حجم المتغيره بتاعت البلاطه مني غصب عنك بس صغراي كده ازاي يعني التسليح بتاعي اهو ده الفرشه وماشي كده وده الفرشه وماشي كده تمام طيب الغطا بقى اهو ما احطش فيه بالظبط اعمله استغل كده كده علشان ما يبقوش فوق بعض يقللوا قوي السمك صغير هتحصل سيجريجيشن والكفرنج سيستم لو حصل سيجريجيشن بتبقى مشكله كبيره لان الخرسانه افكتيف ماتيريال في الكومبريشن فمش عايزها تقلل حد فاهم حاجه تمام طيب ازاي اجيب المومنت والنورمال عند سيكشن واحد واحد ما انا عايز اجيب المومنت والنورمال عنده عشان اصممه يا تجيبه من الاستراكشر يا هديك قانون تحسب منه المومنت وقانون تحسب منه النورمال عايزين ايه القانون انا هديك القانونين في الاخر بس هحدد لك استراكشر لربما تنسى القانون لربما تنسى القانون مش هتعرف تجيب 3 انش القش بس اللي ديتيرم تجيب المومنت تعالى نحسب تمام طيب فتعالى استنتج الرياكشن ده والرياكشن ده طبعا الرياكشن ده هيبقى اكبر من ده عشان التركيز اختلف خد الزوم وانسب معايا خد الزوم هتقول 6 و6 من 100 في 16 في 16 تربيع على 2 صح تمام زائد 1.5 في 8 تربيع على 2 اقسم على 16 هتلاقي الرياكشن ده يطلع كام؟ 51 51 48 طب سمشن اي واي تقول 6 و6 من 100 16 زائد 1.5 في 8 ناقص 51 48 يدي كام ده؟57 48 تشيك على نفسك ان ده اكبر من ده تركيز الاحبال كده طب عايز اجيب اكس كل اند كونديشن او العكس هتروح تقول 51 48 في 8 ناقص 6 و6 من 100 8 ترجع 2 اقسم بعد كده على 2.5 جيب ده شايف الكلام اقسم على 2.5 هات ده لو كان 3 هيديك رياكشن افقي واقل يديك احمال اقل تصميم اقل تصميم باي اقل تصميم هانجر اقل حتى فاهم حاجه انا عايز تفهم الالفاظ عشان تفهم الميكانيزم تمام ده يطلع كام 87 و17 87 كام 17 و17 سمشن اكس هيبقى ده برضه 87 و17 وحده ده ايه على متر طول طن على متر طول كيلو نيوتن تعالى طن ولا كيلو نيوتن كيلو نيوتن كيلو نيوتن كيلو نيوتن على المتر الطولي على المتر الطولي اقصد كيلو نيوتن على المتر الطولي شريحه البلاطه دي عايزه كاميرا راسيه وكاميرا افقيه تشيل الرياكشنز دي حد فات حاجه ما تقوليش البلاطه ترتكز على عمود وعطاي يحصل بانشنج ستريسز كده وكده فاهمني لازم ترتكز على كاميرا وبعد كده توزع على الطاي والاعمده تمام على فكره بالمناسبه انت ممكن تعمل ايه القش سلاك ترتكز على الفيرتيكال بين فقط عشان تبقى عارف
تمام؟ بس وقتها الفيرتيكال لود والهوريزونتال لود هيتنقلوا للفيرتيكال بيم، وقتها الفيرتيكال بيم هيتولد عليها فيرتيكال مومنت وهوريزونتال مومنت. السكشن ده بنسميه باي اكسيال مومنت، يعني باي اكسيال مومنت سكشن، يعني سكشن اتعرض لباي اك باي يعني ثنائي دبل دبل مومنت باي اكسيال مومنت. تمام؟ ممكن كده ممكن كده. ليه قوانين في التصميم مختلفه عن اللي انت خدتها؟ يعني محدش يقول لي سوبر بوزيشن اصمم ده التسيح ده وده اجيب ده، دي طريقه ابتدائيه، لكن في طريقه لان دول بيزودوا الكومبريشن هنا اكتر وبيزودوا التنشن هنا اكتر، فليها التصميم مختلف شويه. عايز تقراه اقراه في كتاب دكتور مشهور ضمين برضه هتلاقيها، بس انت مش عليه. فعشان تتجنب ده وانت طالب، انت ما خدتش تصميم، وتعمل ايه؟ تحط الفيرتيكال. تمام؟ انا بوريك كل الحالات عشان تفهم الموضوع مش ازاي. تمام؟ طيب هل الرياكشنز دي اللي انا هاخدها اصمم بيها الفيرتيكال والهورزونتال بيم؟ لا، لان كيس 2 لما احمل توتال لود هي اللي تديني الماكسيمم رياكشن. طب امال انا عايز ايه في الحاله دي؟ اجيب المومنت النورمال، فاهمني؟ تمام؟ طيب تعالى نجيب المومنت مثلا، على فكره عايز تحسب مع سيكشن واحد واحد ده زي ده، المومنت اللي هنا البوزيتيف هيبقى نفس القيمه والنيجاتيف، عايز تحسب المومنت من اليمين ولا من الشمال؟ من الشمال. من الشمال. ما اليمين هسيبها يا عم، مفيش مشكله عادي. تمام؟ احسب لي المومنت اللي هنا، عايز اعرف القطاع ده على بعد كام اكس؟ ما احنا قلنا ربع الوقت، يبقى كام؟ 4 متر. الواي على ارتفاع كام؟ اتعوض في المعادله، اتعوض في المعادله هتلاقي دايما عند ال على 4 الاف دي بتساوي 75% ثلاث ارباع. اوعى تقول لي ان دي نص الارتفاع، ده مش خط مستقيم عشان تقول لي انا بص ده لو خط مستقيم ودي في النص نص الاسبان اهو، يعني دي اف كانت دي هتبقى نص اف لو كانت خط مستقيم، لكن هو بارابوليك هيبقى اكبر، قال لك هيبقى 75%. عوض المعادله وشوف. يعني 1 كام؟ 875. 875 من 1000. صح كده؟ تمام؟ طيب يبقى تعالى احسب المومنت معانا، هقول 57 48 في 4 ناقص افتح قوس 66% زائد 1.5 اقفل القوس في 4 تربيع من 2 ناقص 87 17 في 1.875 من 1000. تمام؟ يطلع معاك المومنت بكام؟ يا عم انت ستة. 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 ستة كيلو نيوتن، وحدته ايه ده؟ قولوا لي نيوتن متر على المتر طول. الله ينور عليك، في متر على المتر طول. يعني انا بيكيفني اللي بيكتب له كده صح، ويكتبها لي صح اديك درجات. تمام؟ طيب اصل انا بص يا باشمهندسين، انا من اول ما عينت ما عمري ما كنت افكر ان اقعد اركز في الوحدات مع الطالب، بس يعني حرفيا ثلاث ارباع الدفعه كل سنه سواء ثالثه او رابعه الاقيها بتصمم بلاطه تكتب لي مثلا التسليح مللي مربع. طب هو ايه انت واخد شريحه؟ ما واحد ممكن واحد يبقى واخد شريحه 2 متر بالبلاطه، انا مالي؟ ما هو واحد ياخد اي شريحه صح؟ يا عم انا ممكن اخد شريحه نص متر في البلاطه، ايه المشكله؟ التسليح ده ايه في البلاطه للمتر الطولي؟ واحد يجي يصمم لي الكاميرا الاقيه كاتب لي مللي مربع للمتر الطولي، واخد لي عرض متر من الكاميرا، اما لو على الكاميرا كلها 30 سم واخد لي متر منها هتوزعها لي، فاهمين اللي بقوله؟ انا بقى لما بشوف ده يعني اذا كنت انت مش عارف بتصمم ايه عايزنا اديك درجه، ما انت مش عارف بتصمم ايه اصلا، انت بترص قوانين تصميم وترميها لي، ما الناس بتبقى فاهم بتصمم ايه، هو انت مش فاهم يبقى هتاخد درجات على ايه؟ فبقيت بقى بركز على الوحدات واللي بيعملها لي غلط بيزهق. تمام؟ سهل لا مش سهل، لا مش سهل، تلات ارباع دفعه سهل. تمام؟ طيب ده المومنت. طب عايز احسب النورمال فورس على سيكشن واحد واحد، عايز احسب النورمال فورس على السكشن ده، تتحلل اهو ادي السكشن اهو المايل والعمودي لازم سي المايل مايل في زاويه سي تعال افقي سي بزاويه وخد زاويه سي بزاويه وهكذا. تمام؟ الرقص هنا كام؟ خد من الشمال كله هتقول 57 48 ناقص افتح فوق 66% زائد 1.5 في 4 بيطلع كام الرقص هنا؟ والافقي هو هو اللي هو 87 17، يبقى الرقص كام؟ وحد يحسب سيتا بسرعه من معادله تان سيتا اهو قالوا لي المعادله تان سيتا بتساوي ايه في المعادله عندك بعد ما تصبطها في 625 من 1000 625 من 1000 ناقص 78 من 1000 ناقص 72 من 1000 78 من 1000 78 من 1000 اكس الاكس بكام؟ 4 4 تان انفرس الكلام ده بتطلع السيتا بكام؟ 88 تمام؟ طيب الـ 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 الـ
واي حتى حسبها ده ده ما حسب اليوم كله لما مليتوا لنا شوي طبعا كان ده سبعة وعشرين واحد وتسعين زي ما تطلع عادي واحد وتسعين تجيب الرياكشنات ولا تعمل كل اللي انا عملته تمام بس انت في الشيت او الامتحان ترسم لي تحط لي الاحداث افهم حاله التحليل دي ايه وتكتب لي عنوانها وتروح تكتب لي الايمول على طول بالقانون اللي هطبقهم لك دلوقتي تمام ما انت مش عايز دي اه تمام ماشي ايه القانونين قال لك الام ماكسيمم بس القانونين دول كانوا متفقين تطبق انت القانونين دول نتيجة حالة التحليل دي عند سيكشن واحد واحد تمام؟ طيب بيقول لك الـ W light load في L تربيع على الـ 64 تلاحظ ان المومنت ناتج من الـ light load فقط ايوه مش الـ light load ولا عمل المومنت تعال عوض وشوف تمام؟ الـ light load بكام؟ 1.5 في 16 تربيع على الـ 64 دي بكام؟ 6 كيلو نيوتن كمان عندكم بس تبقى فاهم شكل المومنت اللي شكل تمام؟ طيب الـ N واحد واحد بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي اتش التمت في جذر 1 زائد 2 اف على ال كل تربيع. تعالوا نعوض كده في ايه اتش التمت اللي هو الرياكشن الافقي تمام؟ 87 و17 في جذر 1 زائد 2 اف كام؟ 2.5 على ال 16 كل تربيع. يطلع 91.33 كام؟ 91.33 انا ليه اديتك دي يا باشمهندسين؟ يا باشمهندسين احيانا في طالب بيكتب القانون غلط مش حافظه، واحد ما بيحفظش، ايه المشكله؟ عوض في الاستراكشر واحسب، فاهمني ولا مش فاهمني؟ تمام؟ عوضت دي صح، عوضت دول صح، يبقى كل انت الاختيار. وحدته كيلو متر على المتر الطولي، يبقى رايح فين؟ على الكاميرا الافقيه، يروح على الكاميرا الافقيه وبعدها يروح الطالب. بص انت لو مش قادر تفهمها قوي، انا هسالك سؤال، مش انت واخد شريحه على طاوله 1 متر؟ تمام كده؟ طيب انا بقول ان في رياكشن افقي جاي من البلاطه هنا، تمام؟ انت عندك هل عندك طاي هنا؟ لا، يبقى ايه اللي هيشيله؟ ما لازم كاميرا افقيه تمشي مع طول البلاطه، تمشي مع طول البلاطه، تاخد منها الرياكشنات والكاميرا كل شويه تتكس على الطاي، فاهمني؟ تمام؟ تمام؟ لا الرياكشن الرأسي ده يروح لكاميرا برضه ماشيه راسيه ومنها يروح على الطاي ماشي؟ صورته ده
كام بالالتيميت؟ 6.6% 6.6% تمام. طيب كده تثبت بقى عملت توتال لودنج اكيد هيديك الماكسيمم رياكشن صح؟ هنشوف دلوقتي تمام. يبقى اصبح الحمل كله دبليو التيميت الكليه اصبحت بكام؟ 6.6% زائد 1.5 يبقى كام؟ 7.56 7.56% كيلو نيوتن على المتر المربع. فكان ليه حاجه يعني انا ممكن استبدلهم دول بيونيفورم لود مكافئ اهو اللي هو الدبليو التيميت 7.56% كيلو نيوتن على المتر الطولي لان واخد شريحه على الضغط. ورغم لهم ليه كده؟ عشان هي وان تمام. تعالى بعد كده عايز استنى انا هتلاقي سيكشن 2-2 اللي عند السبورت هو اللي عنده الماكسيمم نورمال ليه؟ ما هي دي هتديك ماكسيمم رياكشن يبقى كده هتديك الماكسيمم نورمال بس كده تمام؟ طيب فانا عشان اجيب ده عايز اجيب الرياكشنز الاول. هتجيب الرياكشنز ازاي؟ 7.56 × 16 على 2 مش شايف متماسك 60 48 تلاقي الرياكشن ده اكبر من اكبر رياكشن في الحالات الاولى صح؟ تمام؟ كيلو نيوتن على المتر المربوطي وهكذا. طب الرياكشن الاوف بتجيبه ازاي؟ خد الكونديشن هتروح تقول 7.56 × 2 في 8 تربيع على 2 ناقص 60 48% في 8 واقسم على 2.5 يديك الرياكشن صح؟ وحدتها كيلو نيوتن على المتر الطولي تمام؟ 96 تمام؟ ده رايح فين؟ ممكن تشاور وتكتب يعني في سكتش او الامتحان شاور وكتب ده رايح للهوريزونتال مين؟ مفيش مشكلة عشان اتلخبطش خصوصا لما تبدا تاخد الترتيبات هتبقى اتلخبط ده رايح فين وده جاي منين؟ تمام؟ شاور على ده وتروح تكتب نعم؟ مش هتمتحن المتر بس هتدخل في الفاينل. لا لا يا عم خلاص تمام. فيرتيكال بيم والهورزونتال بيم تمام. طيب تعالى عايز اجيب النورمال انا هنا على فكره الرياكشن الافقي ما ده بنسميه اتش ماكسيمم تمام. ممكن احسبه لك بقانون ثاني عشان تبقى عارف لو عايز تلخص يعني الاتش ماكسيمم بيساوي ايه؟ الدبليو توتال لو ضربت ال تربيع على 8 كده جبت المومنت لو كانت ستريت رحت قوصتها اقسم على الاف هيديك الرياكشن الافقي. بس القانون ده ما ينفعش تعمله في حاله التحميل غير متماسكه الثانيه ما ينفعش لان فاهمني لان دي تحميله غير متماسكه لكن دي بسبب التماسك فما فيش مشكله تمام؟ نعم. طيب يعني لو عوضت دبليو توتال في ال تربيع على 8 اف هيديك نفس الرقم 96 97 تمام؟ طيب دي القوانين اللي هي لو عايز تعمل. تعالى بعد كده انا عايز ايه؟ احلل في الاتجاه المحوري. ده سكشن 2-2 سكشن 2-2 عندك الاحمال كله في الشمال هيبقى 60 48 مش هطرح منها حاجه زي ما هي تمام؟ ودي 96 77 وعرفنا الاتجاهاتهم كده تمام؟ طيب دلوقتي عايز اجيب زيتا. هل زيتا دي زي زيتا اللي فاتت؟ لا انا كل ما بنزل زيتا بتزيد شايف ايدي؟ كل ما بنزل زيتا بتزيد تمام؟ طيب وبالتالي تعالى احسبها اروح اقول زيتا بتساوي تان انفرس مالين المعادله تاني؟ 625 من 1000 بس بس ما في اكس اكس بزيرو الله ينور عليك عشان اكس بزيرو 32 درجه 32 درجه تمام؟ يبقى هنقول دي ساين زيتا زائد دي كوساين زيتا من 100
معنى ايه يا باشمهندسين ان القانون المحصله ده نفس الرقم بتاع الاتحاد؟ ما هو ده انا متاكد منه اكيد صح. انا حللته. معنى ايه ان المحصله يديك نفس الرقم بتاع المحصله؟ المحصله بالظبط بتاثر في المحور اتجاه. ما هو فاكرين، بص فاكرين في الرياضه المحصله ممكن تكون كده او كده او كده، بتقدر لاعلى لو كانت القوه دي اعلى كتير من دي على حسب فوق. تمام. طيب فانا معنى ان انا جبت المحصله من المعادله الرياضيه وطلعت بالظبط نفس رقم التحليل، معناه ان دايما عند الارش سلاب عند السبورت تمام مفيش شير، المحصله بتعمل نورمال فورس بيور، لان لو كانت المحصله نايمه شويه كده كان هتعمل نورمال وتعمل شير صح. تمام. لكن كده معناه ان المحصله مفيش اي شير ستريس عند السبورت. طب تعالى طبق كده، جرب وانت في البيت على سيكشن واحد واحد في الحلقه الاولانيه، جرب هات المحصله تلاقيها مختلفه. ليه؟ ليه؟ لان المحصله بتعمل نورمال وشير مش هتبني. تمام. بس فانت عندي السبورت نتيجه للحاله دي مسموح لك تطبق المعادله دي عشان تجيب النورمال. مش عايز تطبقها حلل وهتبني ما تطبقها. تمام. W ايه تبين ده الاتش ماكس، ده الاتش ماكس اللي هو ايه اكثر اكشن الرياكشن الاوف الاتش ماكس. ليه ثبتها ماكسيمم؟ عشان في حاله تحميل للاتش ماكسيمم رياكشن توتال لو. تمام. ان انت مصمم سكشنين، سكشن واحد واحد سكشن في اليو كوارتر سكشن نتيجه لحاله التحميل اللي نص اللايف اللايف نص البحر، سكشن 2 2 عند السبورت نتيجه لحاله التحميل التوتال لود بيديك ماكسيمم نورمال لكن مفيش مومنت، لكن هنا في مومنت ونورمال حسبناه. تمام. سكشن واحد هتصممه ام وان نيجاتيف وتشوف تنشن ولا كومبريشن فيجر، سكشن 2 هتصممه معدل تعامل. طب لو انت بتصمم فيكس دايمنشن لان انت فرضت الابعاد فبتشيك عليها، السمك هنا كام وهنا كام؟ ده كام؟ 14 12 ده 120 مللي هو 12، ما ده الافرج مش ده الكوارتر بتاع الافرج. تمام. لكن هو 140 مني. تمام. عشان ابقى يعني عايزك تقلل نفسك وتشوف في الغالب ده هيكون تسليح اعلى، دايما التسليح المينيموم بتاع عامل 6.10% ب 200 لما ب 100000 يديك 140 بيديك تسليح كبير عشان تبقى فاهمني؟ تمام. طيب فبتصمم ده بتصمم ده وتشوف التسليح الكبير ولا هيمشي. ما انا عندي سيكشن في الروب وسيكشن على السبورت، التسليح الاكبر ولا هيمشي على المنطقه كلها؟ بس كده. تمام. والالطب واحد يعني التسليح اللي انت جبته هنا زي هنا. تمام. لا في حاله واحده ايه هي انت لما تصمم الجيرلر مفيش مشكله، ليه تاخد الالطب واحد فانت تاخدها في 8 من 10؟ فاهمني؟ انت قصدك الالطب بتاعت الحديد بناخدها 8 من 10 بتاعت الاس تي داش على الاس تي يعني بناخدها 8 من 10 في الجيردر لان انا الجيردر كان المومنت الرئيسي بتاعك فين؟ مش تحت. تمام. تحت. طب كان ممكن يقلب معاك من المومنت من النورمال من الويند لود. تمام. يوم لما كان بيقلب كان بيقلب بطريقه صغيره تقارنها بالمومنت الفيرتيكال في الغالب بيبقى تحت كله الغالب، وبالتالي العلوي مش محتاجه قوي فبناخد 8 من 10 في ده مش سيف، ده انت رفعت 6 من 10 ده سيف فاهمني؟ فاحنا بنقول لك 8 من 10. الهوريزونتال بيم خدت ابعادها 290 سموهات. الهوريزونتال بيم الاستراكشر بتاعها عباره عن ايه؟ هل هي سمبل سبورتد ولا كونتينوس ولا ايه الموضوع؟ كونتينوس. كونتينوس. تمام؟ هتلخبطني معاك. قال لي هي تمام؟ ده البلان. لان انا بدرس الاحمال الافقيه اللي هي وحدها. تمام. فده البلان بتاعها مرتكزه هنا على الطاي وهنا على الطاي وهكذا وهكذا. تمام. طيب المسافات ما بين الطاي كام؟ المسافات ما بين الطاي هي السكر اللي هي كام؟ 5 متر. سؤال تجاوبنا عليه السكشن الجاي، فكر فيه وابحث على النت وابحث في كل مكان. تمام. ليه يا باشمهندسين؟ ليه بنعمل الطاي عند مكان الأعمدة؟ ليه ما عملش الطاي في الميد سبان؟ تمام؟ ليه ما عملش الطاي مالوش دعوة بالأعمدة؟ الطاي مالوش دعوة بالأعمدة، الطاي مشلول بالهانجرز، مالوش دعوة بالأعمدة. تمام؟ طيب فليه بنعمل الطاي؟ ليه ما ينفعش نعمله في تلفزيون تصميمية؟ لو عملناه بعيد عن الأعمدة خصوصا في الميد سبان كمان. تمام؟ فكر فيها وجاوبني على السكشن. لا ملهاش دعوة بأي سكشن.
نعم لا خلاص فكروا فيها بعد فكروا فيها بعد تمام تمام اللي هيجاوبها دي إجابة علمية صح هديله 3 بونص تمام تمام فدور فيها دور فيها طيب عشان انا ما بحبكش تحفظ المفروض انا كنت مستني حد يقول لي اشمعنى انا ما هو الطاي ده ركايز للهورزونتال بين ايه المشكله لما الركايز بتاع الهورزونتال كده بعيد عن الاعمده بعيد عن الاعمده بالهورزونتال فاهمين اللي بقوله لكن الاعمده ركايز للفيرتيكال فدي ما لهاش دعوه دي فعلا طب ليه بنعمله عند الاعمده هي دي اللي انا عايز افهمها عشان ما تبقاش حافظ مش فاهم تمام مش طيب انا دلوقتي الاحلام فاكرين الطاش ستاف اديتك الاتش ماكسيمم كانت بكام الاتش ماكسيمم ها لا ايوه كانت 96 كان 96 77 ده الرياكشن يبقى معكوس الرياكشن يجي من جوه لبره ولا من بره لجوه من جوه لبره من جوه لبره يبقى احطه طب ليه يونيفورم لان هو كيلو نيوتن على متر طولي يبقى 96 77% كيلو نيوتن على المتر الطولي صح عايزك تبقى فاهم معكوس الرياكشن هو الاكتنج لود على السبورتنج خد القاعده ده الاستراكشر طب بلاش يا عم الاستراكشر تعالى كده بالمنطق خد ده طبيعي ان البلاطه بتضغط الهورزونتال بين لبره تعالى نشوف اوزان الهورزونتال بين عايز تعمل ايه الهورزونتال تفتح لبره بتعمل ايه الهورزونتال بين بتضغطها لبره بتضغطها لبره اهي فده منطقي ولا مش منطقي تفهم الاثنين تفهم المنشا من ناحيه الفورميشن ومن ناحيه الاستراكشر هترتاح في اي منشا في الخرسانه سواء يعني اي منشا تفتح بيه لما لو درسته في كتاب الطبيعه تمام طيب يبقى انا كده دلوقتي اهو بالشكل ده ايه قبل طيب مهم عندي ان انا ادرس الاحمال عليه تاني هيبقى قيمته بكام 1.1 في الدبليو هي 96 77% في الاس اللي هي 5 تطلع كام الرياكشن ده 532 24 كيلو ده قوة الشد الواحد كده طالب صح؟ اكتب عليه اكتب ان ده رايح مفيش مشكلة عارف تمام؟ عشان رايح الامور ما تلخبطش طب تعالى نرسم المومنت المومنت هتلاقيه بالشكل ده صح؟ كل ده مومنت افقي افقي هوريزونتال ده لان ده المومنت ليه كده لان دايما النيجاتيف مومنت مش ناحيه الحمل والبوزيتيف مومنت بتبان بعيد عن الحمل تمام طيب ده يطلع كام 201 دبليو في ال تربيع على 10 241 كام 241 و 93 242 ماشي وعلى ال 12 202 وده زي 200 على 16 151 الله ينور تمام عندك كام كروس سكشن في الصمامه سكشن 1 سكشن 2 سكشن 3 صح كده تمام تعال كده سكشن 1 سكشن 1 ريكتانجلر ولا تي ولا ايه السكشن تعال نرسمهم ونشوف ادي القش ده اهي ودي فيرتيكال ودي هوريزونتال تمام سكشن 1 المومنت بيشد جوه وبيضغط بره يعني اتجاهه كده على الهوريزونتال بي يبقى ده عشان انا بصممه اوردينري سكشن بصممه كان على ستيج 2 تمام طيب وبالتالي هنا ده على المصمم الدبس كام عشان انا قريتها 700 خد الكفر 40 مللي 4 سم وبالتالي الدبس 670 بتساوي سي 1 جاز الام التيمت كان 42 ب 10 اس 6 على سي 25 البي كام 55 تطلع السي 1 بكام 3 كام 35% هات الجي مقابله ليه وما تفرضهاش قال بالظبط بس المقابله ليه تمام وهات الاي اس تي 1 بتساوي 242 ب 10 اس 6 على 800 على كام الجي في الاف 400 في الدبس وبقول لك 7 8 3 تمام الدبس 660 بيطلع التسليح كام 1086 ملي متر مربع متر طولي تمام طيب يطلع كام في 16 6 في 16 ده اس تي 1 تمام طيب تعالى الاس تي تعالى سكشن 2 سكشن 2 تمام ادي الكونكشن اهو عشان لو مش قادر تفهم المومنت في سكشن 2 او 3 تمام بيشد برضه ويضغط جوه اهو
الاداء المفروض ايه؟ المفروض تي سكشن المفروض مبدئيا كده. حاضر انا بس بفهمك، بس المفروض في جزء من الباطه شغاله وجزء من دي شغال، ده المفروض تمام. بس انا مش هقدر اطبق قانون بيزا 16 تي اس 3 القوانين ليه؟ لان ده واخد برامج، ده مش ستريت، ده بيطبق للستريت ممبر. عشان كده زي ما زميلكم قال يفضل مور سيف ليك عشان ما اقدرش احسبها، اخده ال سكشن صح؟ يبقى ده المفروض ال سكشن. ويا عم تسهيلا ليه؟ خد ال كنزل. بس انا بفهمك المفروض يبقى ازاي؟ المفروض اساسه دي مش هقدر احسبها مهما حصل، فاحنا بره بنحسبها ان سكشن، والدكتور شفتي كان خد الطلب تحسبها ان سكشن تمام؟ طيب وبالتالي ايه؟ اعتبرها يا عم ان هي التانجلر مور سيف تمام؟ طيب ماشي؟ وانت في البيت انا عايزك مره تجربها تصممها ان سكشن مره التانجلر، ايه اللي هتفرق؟ ان السي واحد في ال سكشن تزيد شويه، فتزود من الجي فتقلل من اسياك، يا يطلع نفس العدد يا يزيد يا يقل سي في ال سكشن عشان الاقتصاديه فقط تمام؟ تمام؟ طيب فانا عايزك تجرب انك في البيت عشان تفهم والتصميم يدخل دماغك بالارقام، مش هيدخل دماغك بالشرح التصميم، التصميم يدخل دماغك بالحل زي الاستراكشر كده تمام؟ طيب يبقى هنا دلوقتي 320 بتساوي سي 1. على فكره التصميم ده من اخطر الحاجات، لما بتبقى سريع فيه بتلاقي مساله الخرسانه بقت سهله بالنسبه لك. يعني دايما الموضوع مش موضوع استراكشر، الموضوع موضوع تصميم بالارقام. لما تبقى سريع فيه هتحس بالكلام ده السنه الجايه، السنه الجايه هتحس بيه اكتر. التصميم ده لازم تبقى سريع جدا جدا فيه تمام. يبقى المومنت الكام هنا على سكشن 2 210 على الاي 25 المفروض بتاخد الكام؟ 600 صح؟ بس انا هاخدها 250. حد فاهم حاجه؟ طيب تطلع السي 1 بكام؟ 67 كانت المفروض تبقى فوق الاربعه عشان تبقى تمام؟ طيب هنروح تجيب الاي اس تي 2 هاتش جي تحط ليها كده 202 في 10 في 6 على 400 660 7 كام؟ 7 9 9 تمام يطلع كام الاي اس تي؟ على فكره انا شايف مشكله على الاي اس تي مينيموم السي 1 لما ما بتبقاش كبيره قوي مش محتاج تشيك عليها صح؟ تطلع كام؟ 900 كام؟ 68 يطلع كام؟ 5 5 في 16 كان ممكن يطلع 4 في 16 فاهمني؟ تمام؟ طيب تروح تحسب الاي اس تي ب3 بنفس المبدا في البيت وتجيب كوبايه تمام؟ عشان الكلام ده هشوف السكشن الجاي، هشوف السكشن الجاي ده غير ما سالت الشيء تمام؟ طيب صور ده بسرعه صور بس اللي بنتكلم عليه طيب هنجر لان الطاير كذا الهوريزونتال وانا خلصت الهوريزونتال عايز تصمم البنت كان مفيش مشكله يعني مفيش خطوات يعني في براحتك بس انا عشان صممت البنت ما قالش انا صمم الطاير بعدها بس تمام طيب الطاير 250 في 250 مربوطين كده الدي اوت من الطاير كام؟ 96 7 لا 500 هديكم مايك هديكم مايكس ايه اللي ايه السؤال؟ الرياكشن 500 سبعة مش فاكرين 500 دول 30 24 مليون ايه الفتا الستيك اللي انتوا قلتوه؟ اديني بقول لك اهو كل السكاشن بتنطق فيه ما تقلقش ليه؟ اكتر فتا الستيك بيعصبني ان واحد ياخد الرياكشن اللي جاي من البلاطه اللي هو 96 وكذا ويقول الطاير يا عم قلت لك انا من اول السكشن عمال اقول لك انبه على الحته دي ولا لا عشان ما تغلطش فيها دلوقتي وغلطت برضه فيها مش فايده عمال اقول لك البلاطه ما بترتكزش مباشره على الطاير العمودي البلاطه بترتكز على الكمر والكمر بيرتكز على الطاير الاعمده صح وبالتالي الهوريزونتال بيم الرياكشن بتاعها هو اللي بينقل الطاير وليس رياكشن الارش سلاب فاهمين ولا فاهمين؟ انا عايز حد يعملها لي في الشيء تمام؟ فده تعالى نطبق الاي اس تي يطلع بسرعه 532 24% في 10 في 3 على 400 على 15% 1530 1530 يعني كام في 16؟ 8 في 16 8 في 16 معلومه ليك على جنب بسرعه ممكن احيانا تطلع معاك ان هو محتاج ركز معايا شويه نعم
ماشي تمام. ممكن يطلع معاك احيانا بس عايزك تفهم المبدا، مش شرط تستخدم نفس القطر. يعني ممكن يطلع معاك في تصميم الطاي ان انا محتاج ايه ادي 1 2 3 6 باي 16 وزاد شويه 6 باي 18 بالراحه. ممكن يطلع معاك 6 ونص باي 18. عايزك تفهم بس المبدا ده عشان ايه تصمم اقتصادي بقدر الامكان. لما يطلع معاك 6 ونص باي 18 المفروض تاخدها كام؟ 8 باي 18. فبدل ما تاخدهم 8 باي 18 تاخد 3 باي 18 3 باي 18 ودول ايه؟ 2 باي 16. الله ينور عليك 2 باي 16. ده تصميم اقتصادي، مش شرط تستخدم نفس القطر، اديني بقول لك اهو تمام؟ ده تصميم اقتصادي جدا يعني افضل، لكن هتاخدهم 8 مفيش مشكله صح، مش هحسبها لك غلط، لكن بره مش كويس تمام؟ تمام؟ طيب الايكوليتي ريكوايرد تساوي كام؟ 30 ل 40. تشيك عليها تمام، تلاقي ان دي اقل بكتير من ال 250 او مش بكتير يعني اقل من 250 250 يناسب معاك القطاع تمام. الكلام ده تعمله في البيت. بعد كده رقم 4 الهنجر. الهنجر كنا فاضيين 250 في 250. الدي التيمت هانجر، الهنجر مشدود بقوه قد ايه؟ وزنه زاد وزن الطن. هل في سكندري بينز هنا؟ ما فيش اصلا، مش عندي سكندري بينز هنا تمام. طيب وبالتالي هقول 25 من مية في 25 من مية ارتفاع الهنجر كام؟ حسب على حسب اي كل واحد عايز. فانا بصمم اكبر هنجر. طب ارتفاع اكبر هنجر مش شرط يبقى 2 ونص. انا هفهمك من اول سنه ما ثواني بالراحه. انت بتقسم 16 انت مش خدتها 2 متر بتقسم 16 على 2 يديك عدد المسافات. لو طلع عدد المسافات زوجي معناه كده ان في هنجر في النص. عرفت ازاي؟ مثال بسرعه عشان تقعدش تحفظ. انت لو عدد مسافات 2 اهو زوجي يبقى اهو في هنجر في النص. لو طلع فردي 3 تلاقي ال 3 اهو كده يعني مفيش هنجر في النص. فالمفروض تحسبه من المعدل ده المفروض يعني انت خدوا من النص تمام. انا بفهمك يا عم اللي بيحصل، انا بفهمك اللي بيحصل تمام. خده على طول هو الايه، خده على طول 2.5 متر اللي هي بس المفروض تعمل اللي انا بقول لك عليه. فاهمني ولا مش فاهمني تمام؟ طيب ده 25 في 1.5 ده كده وزن الهنجر تمام. طيب زائد وزن ليه وزن الهنجر بيشده عشان هو متعلق تمام. طيب زائد وزن الطائر شايل نص المسافه يمين وشمال يبقى شايل 2 متر تمام. يبقى 25 من مية 25 في 25 في 25 وزن ايه؟ يعني في السلاب 30 حضرتك في السلاب 30 وزن الطاي في ايه بالظبط؟ لما جيت صممت ايه؟ لا انا بصمم الطاي على القوه الافقيه. طب ليه ما خدتش وزن المرزوم تبيه وانت بتصممها؟ ما انا بصمم على القوه الافقيه كبلاغ لكن لسه وزن الطاي اهو راح في الهنجر. فلما بتصمم الهنجر وزنه راح. لكن انا بص افهمني المفروض لو انت بتحط ستراكشر صح الطاي عليه من صح نتيجه للوزن بس القيم مومنت قليله جدا جدا جدا. فالمفروض يتصمم الطاي ام و ام المومنت الصغير جدا مع النورمال الشد الضخمه جدا جدا. يعني مش هتفرق حاجه جربها. بص دايما لما تجيلك فكره زي كده جربها في البيت بالارقام وشوف هتفرق ولا مش هتفرق. ده مش ركيزة ده كونسنتريت اللود على البلاطه ده مرتكز على ده وليس العكس. فهمني ما
ينفعش اقول ان البلاطه مرتكزه على الانت ميمبرز دي، ده العكس صحيح، هو اللي مرتكز عليها. السؤال الاصح اللي كنت مستني حد يسالني وانا بصمم البلاطه، ليه ما خدتش الاوزان الطاير هندر اللي راحت يوم الفيوم بلول على البلاطه؟ مش هو ده السؤال المنطقي؟ هو ده العكس ولا بصمم؟ انت قصدك كده؟ خلاص حاضر تمام. فهو المفروض الاوزان دي يصممها، جرب وانت في البيت بعد المصممه ده، سيح وزن الوزن الهندر، الهندر وزنه كام؟ 10-55 عشان تسيحه ويرفض. تقسمه على كام؟ على 2 متر المسافه اللي بتوزع عليها. جرب وزودها على الاحمال هتلاقي ما فرقتش حاجه في تصميم البلاطه. فعشان ما اقعدش يعني ايه احسب كل حاجه بالظبط، واصلا انا جبت دول ازاي؟ بعد ما حسبت الرياكشنات وحسبت القطاع بتاع الطاي، فمش هقدر الف حوالين نفسي واجيبها. لكن هو صح المفروض عليها وزن تاني اللي هي اوزان دي رايحه، بس اوزانها خفيفه. ليه؟ عشان التزامت من المسافات صغيره. حد فاهم حاجه؟ تمام؟ بالمناسبه في حاجه اول سيكشن نسيت اقولها لكم. احيانا في بعض المعماريين يتعبونا. يعني ايه؟ يعني يجي مثلا واحد معماري يقول لك منظر الهندس ده انا ما ينفعش معايا، ما ينفعش كل 2 متر تروح لازق في الهندس ده. تمام؟ قال لك ايه؟ حط لي واحد هنا واحد هنا، خلصت على كده. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ده كده في كونسنتريتد لود كتير على البلاطه. فاهمني؟ عندك حل من الاثنين، يا تصمم البلاطه على كونسنتريتد لود. هل ينفع؟ ينفع. الكل اصلا قال لك عارف سنة السناب دي؟ مش انت خدت الثانيه ماله ما تحطش عليها حيطه عشان ما ينفعش عليك اصلا؟ لا ينفع. بس هم قالوا لك ليه ما ينفعش؟ عشان يبعدوك عن الحسابات. الكود مديك حسابات وبقراها في الكود، بيقول لك والله لو عندك سوليد سلاب وعايز تعمل عليها حيطه من غير ما يكون تحتها بلاطه اعمل، بس هتحسبها ادي البلاطه اهي، بتوصل للسنتر لاين ادي الحيطه اهي، بتشوف الاحمال اللي هنا كام وتنزل تتوزع بين الاحمال زي السويل. تمام؟ وبتتوزع هنا وتشوف الاستريس اللي هنا، وليها حسابات معينه تشوف الاستريس اللي هنا هتتولد في كام، وتتاكد وتشيك على سمك البلاطه هل هينفع ولا مش هينفع. حد فاهم حاجه؟ ممكن بلاطه 12 سم تحط عليها حيطه، بس شايك على الديفليكشن وعلى الحسابات اللي بتاعتك. فاهمني ومش فاهمني؟ نفس الكلام، يا تشيك عليها وتصممها على كونسنتريت كبير، يا اما بيعمل حاجه ثانيه. بيعمل حاجه اسمها استثمار للاسلام. حد شافها قبل كده؟ او قلت لك كل عندك تمام. الاستثناء ده عباره عن كاميرا مقلوبه، يعني لو قطعها انا كده تمام هتبان قد البلاطه اهي وادي الكاميرا المقلوبه. الاستثناء دي عباره عن ايه؟ يجي الهانجر تحته مرتكز على قطاع كبير، بدل ما يرتكز كونسنتريت لوب كبير على القطاع الصغير يحصل بانشنج ستريس عاليه، فبقى يرتكز على القطاع ده كله يطلع الحديد في القطاع ده. حد فاهم حاجه؟ والاستثناء ده فايدته حاجه ثانيه غير الهانجرز. فايدته البلاطه الصغيره دي مع البحور الضخمه، افرض عملت قش سلاب 25 متر مثلا رغم انه مش محبس، وقتها تعملها استثمار. ليه؟ لان المساحه الضخمه دي مع سمك صغير عايز يحصل لها بكنج، مش عليها ضغط فيحصل لها بكنج في البعد، فنروح نعمل لها استثمار في كل شويه. في اماكن الاستثمار؟ عند اماكن الاعمال استثمار عشان تقويها تدعمها. كان في واحد سيكشن اللي فات قال لي ان هو شاف الكلام ده كان بيتنفس، مش عارف كان في القاهره ولا لا. تمام؟ كان عندنا استفلر يعني. المهم احنا وصلنا لايه؟ ده طلع كام؟ 30 ملم مربع، يعني عايز واحد فاي 10 صح؟ يبقى هناخده كام؟ مينيموم 2 ايه يا عم؟ 4 فاي 2 مش في كل سيك فروب؟ تمام؟ 4 فاي 10 تمام؟ يبقى اهو لازم كل ركن فيه سيك، ما ينفعش ما نحطش سيك في الركن، الكنبه تنبعك تمام؟ وبالتالي اهو عشان يبقوا مقويين نفسهم. 4 في 10 غصب عنك. تلاقي ايه كونكريت ريكوير مور سيف على ايه كونكريت تشوز. تمام؟ صواب بسرعه. الساعه كام؟ هبعتها 350 600 الفيرت تقريبا عباره عن 280 مرتكز على ايه؟ عباره عن 280 مرتكز على ايه؟ عامل تمام؟ مسافات البحر فيها 5 متر. W ultimate بتاع البيلت ال مين؟ تعالى نحسبها ازاي مالون؟ اون ويك ليه؟ اون ويك ليه زائد ايه؟ زائد الرياكشن بتاع الفيرتيكال كان بكام؟ اجيبه من كيس 2 ولا كيس 1؟ اجيبه من كيس 2 ولا كيس 1؟ كيس 2 كيس 2 كان كام؟ 60 كان 60 وكام؟ كده؟
تمام؟ ده الرياكشن بتاع الفيرتيكال بتاع السناب. تمام؟ زائد تعال اهو بص اهي. دي عبارة عن كام؟ 7 من 10 صح؟ ودي عبارة عن 25%. ودي عبارة عن 25% وده عبارة عن 6 من 10. عشان ما تحسبش دي مرتين احسب ده لوحدها واحسب دي لوحدها. صح؟ تمام؟ طيب يبقى نخرج ليه؟ 25% في 7 من 10 ناقص 25% تمام؟ زائد لوحدهم زائد 6 من 10 في 1 من 25 1.5. حد فاهم اللي انا عملته؟ حد فاهم اللي انا عملته؟ خدت ال 25% عامل مشترك، مره ضربتها في 7 من 10 ناقص 25% ضربتها ده، ومره ضربتها في 6 من 10 كليا، كده جبت المساحه الكليه بتاعت القطاع ده، صح؟ مش عايز تطرح دي ما تطرحهاش، يعني عايز تاخد المنطقه دي مرتين مفيش مشكله، اضرب في 1 2 طول 25% في الخرسانه و1 نص اكتر من دول. 14%. نعم؟ 14%. حاضر، المفروض المفروض لو انت بتحسب اكزاكت السنتر لاين بتاع البلاطه لحد هنا عند السنتر لاينز دول تمام، فانت لحد هنا حاسب وزن البلاطه، مش ده كده معناها كده لما حطيته على الارش سلاب في الاستراكشر، فانت حاسب لحد السنتر ده، فالمفروض الجزء ده كان يتخسر، فزي ما سمعتكم بيقولوا كنت ممكن اخسر 14%، بس هي مش 14% بالظبط لان في جزء تاني متبقي صح، فعشان ما نقعدش نعقدها نقولها كله بس صح. صح تفكير تمام، الله ينور عليك. مفيش مشكلة. أنا على فكرة كنت بشرحها قبل كده بس ما رضيتش خلاص عشان ما أقعدش. تمام؟ طيب بتطلع كام دي؟ 70 كام؟ 32 100 كيلو نيوتن على قيمته الطول. تمام؟ نعم. الهورزنتال ليه ما حطش وزن؟ ما هو وزنها هو ده وزن في الهورزنتال نفسه. لا الهورزنتال اللي أنت بتصممها، أنت كاتب إيه في الاستراكشر؟ بتاخد الاحمال الافقيه بصمم على المومنت الافقي، لكن هي وزنها رايح فين؟ رايح على الفيرتيكال ستيفنر الكبير اللي هو الفيرتيكال بيم والعمود، فاهمني؟ تمام؟ طيب عايز اجيب الرياكشن، اجيب تاني رياكشن اللي هو تاني عمود يطلع كام؟ 786 386 76 كيلو نيوتن ولا عمود الطول ايه؟ كيلو نيوتن رايح فين؟ على العضو، ممكن تشاور عليه وتقول ان ده رايح للكفر. تمام؟ انا بفضل تشاور على كل الاكشن وتكتب رايح فين عشان ما تنساش. تمام؟ طيب تعالى نرسم المومنت. هتقول كده يا ابني بسرعه على 10 بكام؟ على 12 بكام؟ على 16 بكام؟ هي 176 176 147 110 سكشن 1-1 ريكتانجلر ولا ايه سكشن؟ كله ريكتانجلر الله ينور عليك ريكتانجلر سكشن صح؟ ريكتانجلر سكشن ولو طيب هنروح نقول ان الدبس الكام دي 600 يبقى خد الكام 30 لما يبقى دي 60 خد 3 سم لما يبقى دي 70 خد 4 80 لما فوق خد 5 تمام طيب يبقى كام يبقى 570 بيساوي سي 1 كذا اللي هو التيمت 176 10 هتكسب معايا بسرعه على 25% سي 1 3 4 4 39 176 10 6 20 كام؟ 77 7 3 8 تمام تمام يطلع كام في يطلع كام في 16 5 تصمم سكشن 2 المفروض يبقى ايه؟ المفروض يبقى ال سكشن ال سكشن ال سكشن وممكن تصممه از ريكتانجلر سكشن اسيب تمام؟ تصممه تروح تجيب ال اس تي 2 وبعد كده تصمم ال سكشن 3 اس تي 3 تمام؟ الهوريزونتال بين كنت انا نسيت كنت المفروض تاخد
ترسم لي الهوريزونتال بين ترسم عليها التسليم علشان لما تيجي ترسم الكلام ده في اللوحه تمام. ده كان طلع كام 6 في 16 في الهوريزونتال؟ اه كان 6 في 16. السكشن 2 كان كام؟ 5. 5 تروح تكتب الكلام ده وترسمه 5 في 16 وده يطلع كام؟ 5. زي ما لا مش 5 زي ما يعني في 3 قلت لك انه في البيت تمام. طيب الفيرت ده بلاك الفيرت كان ليه برضه ترسمها لي كده تمام. ده طلع كام؟ 5 في 16. هنا هروح احط لي اس تي 2 وده زيه اس تي 2 وده اس تي 3. على فكره انا عايز اقول لك حاجه بسرعه انا سهلتها عليك علشان كده كده الممت ده زي ده وده ريكتانجلر فانا صممت ريكتانجلر وبتشوف عليه. فبدل ما تصمم سكشن 2 مرتين واحد فاهمين انا سهلتها عليهم ليه؟ علشان كده كده نفس الممت بس ده ريكتانجلر فخليك تصمم ريكتانجلر. حد فاهم حاجه؟ عشان اقول لك انت سيف عليك عشان لو تخلص تمام؟ صور. قصدك يعني المشكله في ده ما صممه ده بسرعه ليه بقى؟ ليه؟ لان لو هو قال لي سيخ لو هو في الجامعه قال لي سيخ السكشن ده اللي هيكمل معاك الارض كلها البحور كلها هيبقى على السكشن ده ما عدا الاخير. فيعني هل منطقي اصمم انا على الاخير واللي متكرر على طول على كامل الارض اسيبه؟ ما ده لو قال لي سيخ شوف هيقل قد ايه؟ شوف هيقل اطوال قد ايه؟ هيقل وزن قد ايه في الحديد؟ فاهمني؟ فلا نعم القرش كان في قرش سلاح بس مش هتشوفوها هنا لو هوريهالكم 320 الناحيه الثانيه تقريبا في قرش سلاح معمول كده في الجامعه هنا بس بخور صغير هم عاملينها منظر يعني هم مش عاملينها عشان بحر كبير هم عاملينها زي كده هوريهالكم 320 لا ناحيه ميكانيكا ناحيه ميكانيكا ناحيه قرش ميكانيكا تمام. انا كل ده كان العكس اللي عملته المره اللي قبل اللي فاتت دي كان عشان اشرح لك الموضوع ده منين. هدخل احسب كورك على طول يبقى الان اولت ماكسيمم اللي جاي على العمود اللي هو بس انت بس ارسم لي شكل النورمال بسرعه. رسمته لي كده صح رسمته متكسر زي ما انا فاكر براحتك مش مشكله. انا يهمني ده سيكشن 3 3 ده اللي هصمم عليه العمود صح تمام. طيب هنروح نقول ايه الرياكشن؟ ايه الرياكشن اللي جاي من فوق؟ كنت بكام؟ 386 76 386 كام؟ 76 هو هيجيب الرياكشن الفيرتيكال ستاند تمام؟ طيب زائد وزن العمود 3 من 10 في 7 من 10 في ارتفاع العمود كام؟ 6 في 25 في 1.5 اهو ده البون ويت في الارض زائد وزن الجول دي نص منه على اساس نص منه هيبقى فوق تمام؟ طيب يبقى زائد 25 من 100 في نص في طول السمنت والجول دي عباره عن 5 متر ناقص 3 من 10 تمام؟ اضرب في كام؟ 25 في 1.5 2 وتضرب في 2 تمام؟ حد عنده سؤال في ده وياخد ماينس؟ تمام زائد وزن الحيطه 4.5 لان هي قوه كامله تمام؟ ارتفاع الحيطه، ارتفاع الحيطه كام؟ 6 متر، اطرح منها كام؟ اطرح منها نص متر في اثنين، ما طرحتش مش مشكله، تمام؟ اضرب بعد كده في طول الحيطه. اضرب في طول الحيطه، طول الحيطه كام؟ 5 متر ناقص 3 من 10 اللي هو ناقص 10 تمام؟ في 1.5 عشان يبقى اكتر. كل ده هيطلع لنا اكتر ماكسيمم بكام؟ زي ما قلت لك وانا بشرح سيكشن قبل اللي فات مش هتقعد تعمل العك اللي انا عملته جوه سطر واحد وتخلص منه يبقى خلصت الجول ويت كام؟ 652 636 7 من 10 كيلو. انا مش محتاج للنورمال هنا
336.7 كيلو نيوتن بس كده. ده اللي انا محتاجه فاهمني. موضوع سهل وصعب قعدنا ضيعنا فيه ربع ساعه بدل ال 3 ساعات خلاص. ايوه عشان كده اسال فيهم. لا لا هو كده كده في كويس بس بقى صور بس عشان اخد. انا والله انا شلت خالص. انا السيشن الجايه في الشرح لان الدكتور محمود حسني خلاص هيديكم محاضره ونخلص. انا كنت قاعد معاه فهو عايز ان الدكتور يبدا يخرجكم تمام. طيب فانا ايه فبدون ما اوريكم الصوت الدكتور يحيى تمام. حاجه اسمها صوت كده اللي هي تمام. فالدكتور محمود حسني خلاص معاك متقشر جدا تمام. وهيبقى عايز بقى ايه عايز درجات الشتاء وعايز درجه الكويز معموله عشان يبقى على الاقل في عمل سنه اتعملت مني. وانا هي جايه بالصدفه والله جت بالصدفه اول اسبوع في رمضان. انا عامل ايه لان هو عايز الدرجات دي الاسبوع اللي جاي. فانا الدرجات دي الاسبوع الجاي عشان قبل ما يبدا الدكتور يحيى بقى نبدا على نظيف كده تمام في حاجه تاني. فلازم الموضوع ده يتاخر بس. وجت بالصدفه انا هقول لك جت بالصدفه ان انا يعني اهو مشينا هنخلص ال 10 سلاب فالموضوع هيبقى خلاص محتاجين نفصل بالموضوع ده عشان نرجع نكمل تاني. فهي انا عامل ايه هي جت بالصدفه بعد السيشن خلصت بس صورتوه. والله كذا الكلام مظبوط. ركزوا معايا بس الويند لود اللي برضه قعدنا نضيع فيها وقت هتخلص في 5 دقايق ان شاء الله. بس ركزوا معايا. بص الويند لود احنا عايزين نحسب الحمل اللي جاي على العمود. فاكرين ال W كولوم 1 هتطبق بقى على طول موجب 8/10 في الكيوب 1 في الكيوب 7/10 في كام؟ اضرب في كام عشان اجيب الحمل اللي ينطق مع العمود؟ في الاس يبقى 5 تطلع كام دي؟ 2.8/10 كيلو نيوتن على متر طول. ده ووركنج لسه تمام. الدبليو كولوم 2 يعني ده يونت المقدار 2.8/10 كيلو نيوتن على متر طول. الدبليو كولوم 2 سالب نص في 1 في 7/10 في 5 سالب 1/75 كيلو نيوتن على متر طول اهو يتوزع سكشن بتاع عمود 1 75 عشان تبقى عارف حاجه حتى في الترابيزويدال بيرجر. فهنا كنا بنحسب كونسنتريتد واليونيفورم. ممكن ما تقعدش تحسب لي اللي ورا يعني تحسب بس الواجهه الاماميه اللي هو كولوم 1 وده كولوم 2. اي رقم بقى في الواجهه الاماميه اضربه في نص على 8/10 اضربه في نص على 8/10 يديك الارقام دي كلها سواء كونسنتريت او يونيفورم. لان هو الفرق ما بين الفرونت والسيدي بس فاهمني عشان اقول لك على الطريقه لو انت مستعجل وسريع وعايز تحسب بسرعه تمام. فاحسب الواجهه دي واضرب كله في نص على 8/10 تجيب الواجهه الخفيه بسرعه تمام. طيب انا دلوقتي يا باشمهندسين الموضوع ده ايه؟ الموضوع هنا في الترابيزويدال جيردر ركز عشان انت مش بتحفظ انت بتفهم الموضوع جزاف. انا في الترابيزويدال جيردر كنت حطيت الجيردر كده اتصل مع العمود لان كان كله كانه فريم ورايح كده في التسليم بتاعي دخلت حديد العمود في الفريم في الجيردر. لكن انا هنا دي مش جيردر دي بلاطه. هل ينفع الدراسه اتصال جاذب مع العمود؟ لا عمرها ما حصلت تمام. وبالتالي هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هشيل السوبر ستراكشر ده كله صح؟ وممكن ادرس القوه اللي جايه على الهاش ستاب واعكسها هنا. بس الدكتور محمود حسني ما ادكمش الكلام ده يعني ما عكسش القوه انا مش هعكسها تمام؟ تمام مفيش مشكله. بس انا دلوقتي هل ينفع اصمم العمود على انه كان كليبر كده؟ هل ينفع العمود يحصل له ريفليكشن كانه كان كليبر في الطبيعه كده ولا هو متصل بحاجه؟ ما هو في الطبيعه متصل بالسوبر ستراكشر ده كله متصل بالارش ستاب مع الكاميرات ومع الطاي ومع كل السوبر ستراكشر ده متصل بالعمود. يعني ايه متصل بالعمود؟ يعني انت متخيل في الطبيعه عايزك تفهم سوبر ستراكشر احمال الرياح كده هل العمود هيقعد يتحرك كده معايا؟ ولا متصل معاه؟ متصل بكل تخلي بالك ده انت التغطيات مش هتقدر تفهمها غير لما تشوفها بنفسك. مش هتشوف مش هت...
تفهمها غير لما تشوفها بنفسك. انا درستها وانا طالب، ما كنتش متخيل شكلها غير لما شفتها بنفسي، شفتها بالصدفه لما كنت في الجيش. فتره في الجيش رحت مأموريه في مصنع اسمده كده في القاهره، دخلت جيت القاعة 25 متر البحر ومعاملينها قرش سلاح، حاجة يعني فظيعة فظيعة. كان الارتفاع بتاعها تقريبا 4.5 متر، مبني من زمان، حاجة تدخل يعني تلاقي ارتفاع رهيب وبحر رهيب وخرسانة رهيبة ما متجوصة بالشكل ده، منظر يديك رهبة أصلا. يعني شوف المنشأ اللي بنصممه في سكشن تشوف منظره تيجي لك رهبة، فاهمني؟ تمام. وبالتالي أنا ليه بقول لك كده؟ عايزك تفهم إن كل ده لما تشوف الطبيعة هتبدأ تتخيل معايا اللي انا بقولك عليه. العمود ده مستحيل يتحرك الحركة الكتريبة، ده متصل بجوش مخرصانية هنا. ايه هي السوبر ستراكشر؟ مش الطار، مش الصار، السوبر ستراكشر كله منعين الحركة. وبالتالي انا عايز حاجة كده في الستراكشر، لان لو ظمنته على انه كده في الستراكشر هيتولد مومنت كبير كأنه كانتريبر هو في الطبيعة، مش كده؟ طب اعمل ايه؟ احط لينك ممبر، مش اللينك ممبر ده هيقلل الحركة؟ تمام؟ اللينك ممبر ده بنسميه ايه؟ بنسمي اللينك ممبر ده مش لينك ممبر عادي، ده ريجيد لينك ممبر ريبريزنتس ارش سلاك سيستم، يعني بيمثل لي ارش سلاك سيستم. يعني ما تقوليش ان اللينك ممبر ده الطاي، ده مش الطاي، ده بيمثل الخرسانه الرهيبه دي اللي متصله بالعمود. فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش انا بفهمك. ايه الفرق ما بين الريجيد لينك ممبر واللينك ممبر؟ حد يعرف ياخد بونص؟ خدتها في اولى مدن في ستراكشر واحد. ايه الفرق ما بين الريجيد لينك ممبر واللينك ممبر العادي؟ الاثنين عليهم احمال محورية، ده لينك ممبر يعني احمال محورية، تمام؟ لكن ايه الفرق ما بينش هقولها؟ طب بسرعة، الريجيد لينك ممبر، الريجيد لينك ممبر يعني جاسر، يعني ايه جاسر؟ من اسمه يعني ما بيحصلوش اكستنشن، اللينك ممبر بيحصل له كونتراكشن اكستنشن، لا ده ما بيحصلوش، ليه؟ لأن ده هل ده واقعي في حاجة الطبيعة فعلا؟ أيوه، هل ده يقعد يحصل له اكستنشن وكونتراكشن؟ لا، ده ريجيد بيمثل الخرسانه الضخمه دي، وبالتالي ده ريجيد لينك ممبر مش هيحصل له كونتراكشن ولا اكستنشن، لان عارف لو حصل له كونتراكشن ولا اكستنشن هيأثر على المهم الخارجي على العمود. فانا بفهمك يعني ايه تحليل انشائي بحاجه الطبيعه، تمام؟ يا ريت تفهمه بس. وبالتالي ده ريجيد لينك ممبر اهو. يبقى لما تيجي تحله انا مجرد ما اعرف القوه اللي في اللينك ممبر دي الموضوع انتهى. تتوقع القوه دي ضغط ولا شكل؟ نتيجه احتمال الرياح بالشكل ده ضغط، لازم يبقى ضغط كده وضغط كده. سميها تي، سميها كيو، سميها اكس، اي حاجه، تمام؟ لو عرفت القوه دي تروح تضرب الدبليو في اتش تربيع عن اثنين، تقص التي في الاتش يديك المومنت اللي على العمود، صح؟ تمام؟ طيب القوه اللي في اللينك ممبر كان ليها قانون، التي بتساوي ايه؟ قانون امبيريكال، يا تحلها فيرتشوال وورك يا تحلها قانون امبيريكال. قانون امبيريكال 3 على 16 في الدبليو كولم 1 على الدبليو كولم 2 في الاتش. ركز معايا، ركز معايا. ده ليه بيطرح دول؟ شايف القوه على العمود ده بتضغط، القوه على العمود ده بتشد في الممبر بتشد بتشد فبتقلل من الضغط فبتقلله، تمام؟ القانون ده مش عليك ما تقلقش، انا بس بفهمك عشان لو بصيت على جوجل درايف السنه اللي فاتت هتلاقي كتب القانون ده، فبفهمه لك، تمام؟ وتروح تجيب التي وتروح تجيب المومنت. دكتور هشام ديات كان بيقول لي كده، انت مش عليك. دكتور عمرو حسني بيريحك، قال لك انا لما تقعد تجيب التي وتجيب المومنت هديك المومنت في القانون امبيريكال تاني، تمام؟ تمام؟ طيب فقال لك هتحسب الام على العمود بيساوي ايه؟ تقريبا تقريبا ده امبيريكال مش دقيق 100% عشان تبقى عارف، تمام؟ 5 على 16 دبليو اتش بس كده. تعالوا نطبق كده 5 على انتوا بتحبوا الحاجات دي صح؟ تمام. الدبليو دبليو كام؟ 2.8 تمام؟ في الاتش تربيع الاتش بكام؟ 6 تربيع يطلع كام؟ 1.5 تصمم على المومنت كام خلاص، تمام؟ بس طالما طبقت قانون امبيريكال لازم تفهم رسمه المومنت، رسمه المومنت هيبقى شكله ازاي؟ حد يعرف ياخد بونص يطلع يحسن بسرعه؟ دي اخر حاجه في السكشن، دي اخر حاجه في السكشن، نتيجه لكلاها الرياح كده. السن المومنت هنا وهنا ما انا حسبته امبيريكال فلازم تبقى فاهمه كسكتش بيندنج المومنت عشان ترسمه لي صح، ما انت رسم عليها درجه فحد بسرعه يطلع يرسمه عقبال ما اخد الغياب في السكشن.
خلص يعني قبل ما حد يطلع. هفكرك بس هفكرك الام ديزاين بتاع عمود الام ديزاين هناخد 30 ونص اضربه في كام؟ 1 و6 و1 و8 من 10 فاكرين؟ عملت كده في الشيء؟ طيب الام ديزاين بتاع العمود طالما اخدت تاثير الرياح يبقى تاخده 8 من 10 في الام الترنت اللي انت كده تبقى ضربه في 1 ونص فاهمني ولا مش فاهمني؟ تمام؟ طيب حد يطلع يرسم المومنت ويرسم الضربه سكشن كام؟ 3 ها حد يطلع على سنين سلطان سيد صباح عبد الرحمن جمال نعم عبد الرحمن صلاح نعم عبد الله بن حمد نعم عبد الملك جابر نعم علي عطيه علياء محمد عماد حمد نعم عمر نعم عمر صلاح نعم عمر عبد الحميد نعم عمر علي عمرو احمد نعم عمرو طارق عاوني ادو نعم فاطمه بدر كورلوس اكرم نعم كورلوس جد نعم كورلوس عياد نعم لوكاس نعم ماريو ابراهيم نعم مايكل عايش نعم مايكل محمد نعم هو ايه الحكايه معاكم؟ هو ليه بتعملوا قصه في النص؟ ليه يعني قصه في النص؟ رياكشن ايه؟ ده مومنت اوف بيه مومنت اوف بيه مالي الرياكشن الراسي اللي جاي على العمود بعد الرياكشن الراسي بيعمل نورمال فاهمني؟ يعني ايوه بيعمل نورمال في النورمال لكن قالوا بالمومنت اوف بيه ده كذا برضه يطلع يعمل لي بالشكل ده انت مقتنع معايا ده رياكشن راسي اللي بيقول بينا بتيجي تفتكر مالها من مومنت اوف اللي ماشي كده انت ترسم النقطه دي. محمود مين؟ محمود ابراهيم مين ثاني؟ محمود سامي مين؟ محمود اسامه محمود سامي مين ثاني؟ سكشن 4 حد ثاني سكشن 5 مين احمد؟ مين؟ منصور احمد منصور مين احمد؟ مين احمد؟ مين احمد؟ من تحسين من نصاب من نصاب تمام مين تاني؟ محمود ياسين مين تاني؟ يوسف ناصر ويوسف اسعد مين؟ مصطفى مين؟ مصطفى هلال معتز احمد تمام مين تاني خلاص لا مش كده لازم برافو بتاعك برافو يا اسطى ماشي البني المومنت كده مش مفهوم الاحمال دي عايزه تعمل مومنت هنا وده عايز يعمل العكس تمام بنسبه كبيره بتلاقي اكبر من دي فتلاقي المومنت هنا زي ما انت عارف لان احمال الرياح بالشكل ده بس الفكره بسبب الرياكشن ده عكسي فتلاقي بيبدا يقلب معاك لحد ما يقلب معاك بالشكل ده ده شكل البيلنج مومنت على العمود الاولاني طب هل العمود اللي ورا يبقى نفس المومنت ولا مختلف؟ طب تعالى نشوف المومنت اللي هنا ده وده بيعملوا كده صح؟ لجوه يقلب معاك ولا ما يقلبش؟ ليه ما يقلبش؟ عشان الرياكشن اصلا اتجاه الاحمال فبدل ما كان هيمشي ستريت هيعمل براولة كده بس ما زالت جوه، حد فاهم حاجة؟ ده شكل البيلدينج مومنت دايجرام على الأعمدة نتيجة للرياح. لو اتعكست الرياح كده هتلاقيها كده. نفس الشكل بص ركز هتلاقيها كده. صح؟ بالشكل ده. في الغالب هتحلم لو حليت بالأرقام صح، لو حليتها بالفيرشوال وورد كان والكلام ده، تلاقي المومنت ده أكبر من الأسود. فاهمني؟ يعني العمود اللي هيظهر عليه مومنت كبير كده
لو قلبت يبقى ممكن اقل منه، فالمفروض منطقيا اخد الخط 8 من 10 صح؟ بس انت عامل شغلها بواحد، انا بفهمك كل حاجه تمام. بس حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟